مساء الفل يا صديقي بتاع الأموال. مساء الفل يا فادي، ما تطلعنيش غسيل أموال يا عم، أنا ما أنت قلتش عليك غسيل أموال. أموال، أنا بقول هتدي هتخلينا نعمل فلوس. ازيك يا فلو رامي؟ بس، ازيك يا باشا، عامل ايه؟ وده تمام. هدفي في الآخر طبعا، بس من خلال طبعا الطرق السليمة والإيثيكال والكلام ده كله ايوه، obviously. لا احنا مش هنعمل حاجه غريبه، مش هنعمل حاجه غلط. مفهوم احنا مفهوم عايزين مفهوم، نتعلم، احنا بنتكلم على كندا، احنا عايزين تمام نتعلم ازاي نجرو اور ماني او هاو تو مانج اور ماني بطريقه كويسه، بحيث تمام ان احنا انت عارف الفايده بتاعت البنك هنا كلام فارغ. واحنا متعودين في مصر ان احنا بنحط في البنك او بنخاف من الانفستمنت، بنخاف من كلمه صح الاستثمار، ودايما صح عندنا احساس كده بالريسك، ويعني الكالتشر بتاعتنا كالتشر فيري كونسرفاتيف عشان احنا جايين من مصر يعني. فلما ايوه بنيجي هنا بنتصدم ان فايده البنك كلام فارغ ولا حاجه. بالظبط وانا اعتقد ان الدوله قصده كده، قصده انها تخلي الفايده واطيه علشان تشجع الناس انها تنفست ذير ماني بطرق مختلفه. That's فهوبفلي انت exactly true. النهارده تساعدنا ان احنا نتعرف على الطرق بتاعت الانفستمنتس والحاجات اللي كندا بتقدمها بحيث انها تسهل او تساعد في الانفستمنت والسيفنجز. تمام، وفي كتير منه كمان. All right, so thank you for the introduction يا فادي. انا هدفي النهارده زي ما انت قلت بالظبط هو ان انا اعلم، تمام، من خلال التعليم ده if you know people are interested in something else, you know, I'd be happy to obviously assist and I'll have my info في الاخر يعني. All right, so this is a little presentation that I always provide عن الانفستنج، تمام، the why, the how, and وبعدين هنعمل ايه دلوقتي. تمام، بس خليني ابتدي بان انا اقول حاجه. الفاينانشال ادفايس في كندا بيبقى على حسب معاك فلوس قد ايه تستثمر. معاك فلوس اكتر بتاخد برودكتس احسن بريتس احسن او بوتنشال لونج تيرم ريتس اوف ريتيرن احسن بادفايس احسن، والادفايس هنا هو الكي، تمام، لانه في there are good products out there, sure, تمام، but the advice especially للناس اللي لسه جديده لسه مش فاهمه في الموضوع وكده، ال advice is the key here. انا اعرف كذا حد من ال traditional industry دايما بيقول لي لما عميل بيجي لي بقول له انت الريسك تولرنس بتاعي بتاعك ايه؟ لو لو حطه في جي اي سي، لو ميديوم حطه في ال في الـ you know مثلا ال RBC select balanced مثلا ولا whatever is لو RBC. انا مش بتكلم على شركه معينه طبعا، انا بتكلم عموما، تمام، لو هاي ريسك حطه في كذا وخلاص. طيب احوش قد ايه؟ احوش لحد امتى؟ احوش ازاي؟ طيب ازاي ده داخل مثلا في التامين؟ لو التامين ده it makes sense، ازاي كل ده بيتربط ببعضه؟ الكلام ده ما بيحصلش الا في البرايفت بانكينج ليفل او اللي هو الهاي نت وورث ادفايزرز، which is fine. يعني انا مش بدين حد ولا بلوم حد. It is what it is. That's the industry. But when you work with a brokerage, a financial services brokerage, that brokerage مع نفسها كده is a very rich client. وعشان كده البروكرج تقدر تاخد البرودكت في السيرفيسز بتاعت الهاي نت وورث وان تيرن بتديها للناس كلها with very small minimums. نشرح تمام؟ الحته دي علشان الموضوع ممكن يبقى مكعبل شويه. Sure. بلدي كده، let me say it، وانت لو لقيتني بعك خليني بس صح. اوقف الشير ثانية واحدة. يس. Sure, sure. Go ahead. فانا بس هحاول هفتح اترجم حاجة. اللي انا هحاول اترجم اللي انت فهمته بالبلدي، علشان لو انا فهمت غلط انت تصلح لي ويبقى الناس تمام. فاهمه. تمام. اللي انت بتقوله ان الناس الاغنياء بيروحوا البنوك او بيروح اي فاينانشال انستتيوشن بياخدوا سيرفيس احسن علشان هم مفيدين اكتر للبنك، لان هو في الاخر البنك ده عايز يكسب فلوس. فهو لو واحد رايح له معاه 2000 دولار مش هيسع مش 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 هيوفر لي برودكتس حلوه كويسه، هيوفر لي برودكتس اي كلام
بعكس لو واحد غني. والكلام ده مش بس في الانفستمنت، ده كمان في المورجيجز. يعني مثلا لو انت رايح تاخد لون مثلا او تاخد قرض، على حسب الانكم بتاعك والنت وورث بتاعك بيتحدد حاجات كتيره. لو انت مستواك المادي افضل، كل ما بتاخد حاجات احسن، تاخد لونز بريتس اقل، وبتاخد انفستمنت برودكتس بريتيرن اون انفستمنت اعلى. بص، مش بالضروره في المورجيجز، مش بالضروره. لو ان كومز لللونز بالذات الموضوع مختلف شويه، تمام؟ يعني بس الفكره في الادفايس ان جنرال، هشرح لك انا قصدي ايه. اول جمله انت قلتها صح ومش صح. انت قلت ان البنك بيدي سيرفيس احسن، بس مش نفس البنك. هديك مثال، بيمو، تمام؟ اجان مفيش حاجه غلط، ذات ويرز، انا بس بشرح. في برانش ليفل ممكن تدخل على البرانش تطلب منه يو نو انفستمنت، ممكن تفتح وات ايفر ات از. ده البرانش. لما يكون عندك مبلغ معين يو ار اليجيبل للوالث مانجمنت، كل بنك له المبلغ بتاعه. الوالث مانجمنت ده بيبقى واحد بيقعد معاك، تمام، وبيشوف انت عايز ايه. بس برضه ما فيهاش الادفايس التيلرد المتقيف زي ما بنقول البلدي، تمام، للشخص او للعيله دي. امتى بقى بتاخد الليفل اللي هو الفيري فيري سبيسيفيك فاينانشال ادفايس؟ تمام، البرايفت بانكينج. كل بنك له كذا ليفل اوف بانكينج، سو تو سبيك. So the more money you have, the better advice and the better products you get. تمام. اللي انت بتقوله ان البروكرز اللي انت شغال معاهم بيتعاملوا as entity، as حد غني، as واحد غني، فبيقدر ياخد البرودكتس بتاعت الويلثي بيبل. بس هو علشان بروكر بيقدر يدي السيرفيسز دي للناس الكحيانه اللي زينا، صح؟ Well, I wouldn't put it كحيانه. يعني خلينا بص، احنا لازم نتكلم بالبلدي علشان that's fine. يعني نسميها كحيانه مفيش مشاكل، بس هي فكره الناس اللي هي مش مالتي مليونيرز، مش يعني اللي هم الناس exactly. العاديه. يعني انا معظم الكلاينتيل بتاعي في الميدل انكم، وانت نازل يعني، تمام، about 80-90% of them. علشان في الاخر انت 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 في الاخر بتاخد اللي بيحصل، يعني ان انت بتاخد من ناس كتيره، وبتتعامل مع الفاينانشال انستتيوشن كانك وان بيج انتيتي، صح؟ لا، well yes as a company yes as an advisor no. بس في الاخر as an advisor كل كلاينت له الفايل بتاعه. ايوه انت بتساعد الكلاينت individually، بس في الاخر انتوا الكلاينتس دي كلها بتتعامل كانها one big client عند الفاينانشال انستتيوشن، صح؟ not exactly. لا برضه سوري، معلش على اللخبطه. لا لا ولا يهمك. انا بتكلم by volume. احنا كبروكرج by volume we are quote unquote a huge client، تمام. بس طبعا الشركات بتتعامل مع كل كلاينت على حده من خلالنا، بس على كل كلاينت على حده، تمام. وزي ما هتشوف بعد كده في التايبس اوف انفستمنتس والفيسلز والكلام ده كله بيبقى في بولينج بيحصل، بس this has nothing to do with us as a brokerage. وهنتكلم فيها. تمام، ميك سنس. طيب تمام، سو ليتس موف اون. فا اسينشلي احنا كبروكرج بنتعامل مع شركات كتيره بتاعت انفستمنتس، بتاعت انشورنس، الكلام ده كله. دي شويه منهم بس مش كلهم. بس الفكره كلها والاكس فاكتور هو التعليم، وده اللي انا هعدي عليه النهارده، جزء من ما هعدي عليه النهارده. حلو. طيب، there are six steps to financial independence. طبعا الست ستبس دي بتطبق ازاي لكل شخص او كل عيله، it's very different، لان كل حد له شخصيته، كل عيله ليها احتياجاتها. بس من الاخر الست كونسبتس دول الواحد لازم يخلي باله منهم، تمام. اول حاجه ككاش فلو، عاده الواحد يعني الواحد بيتعلم انه ما يكونش عندك one stream of income، تمام. ليه؟ لانه الستيم ده ممكن يروح، تمام، laying off whatever it is، عيا، disability، whatever، تمام. So you kind of have to have multiple streams of income even if it's two، تمام. Well, obviously you have to manage expenses. طبعا موضوع الاكسبنسز ده بعيدا عن الكلام بتاع اللي احنا هنقوله، لان ده كل واحد حر بقى في الاكسبنسز بتاعته، obviously، تمام. تاني حاجه debt management. debt management دي مشكله كبيره جدا في كندا. في بلد فيها 37 مليون واحد
في 2017 قبل كوفيد مستوى الدين الشخصي including mortgages كان حوالي 2 تريليون دولار، يعني 2000 مليار دولار، ثلاث ارباعه mortgages which is okay، مفيش مشاكل في المورجيجز، بس في بلد فيها 37 مليون واحد قبل كوفيد المستوى الدين بتاع الحاجات البيرسونال، الكريدت كارد، اللاين اوف كريدت، الستودنت لون، الكلام ده كله كان 500 مليار دولار. فمستوى الدين الشخصي بعيدا عن المورجيجز في كندا مجنون حاليا، وانا مش بدين حد، لانه فعلا كلنا تعلمنا من واحنا صغيرين هنا ازاي نفتح كريدت كاردز كريدت كاردز كريدت كاردز كريدت كاردز، بس ما حدش علمنا ازاي ننفست صح. هو الحقيقه احنا كمصريين، يعني انا هتكلم from my personal experience، احنا في مصر برضو عن يعني يمكن يكون احسن من الكنديين شويه في موضوع الدات. الدات دي ده حقيقي، ما بنحبش نبقى مديونين، او يعني انا يعني على قد ما نقدر بنحاول ما نبقاش علينا دات كبير، والكريدت كارد اغلبنا او الناس اللي اعرفهم اغلبهم بيبيت اوف شهر بشهر. ده حقيقي، بس طبعا مستحيل، يعني شبه المستحيل ان انت تشتري بيت من غير مورجج، من غير ما تاخد لون، بس ده اعتقد ان هو ريزنبل لانه في اسيت يعني في المقابل والفاليو بتاعه بيعلى، فا it's a good investment in my opinion. يعني هم هنا حتى بيقسموا ال debts ال good debt و bad debt. فال mortgage is a good debt، ال bad debt is obviously ال credit cards. بص، في مثل بيقول لك ايه، على قد الحافك شد رجليك. المشكلة مش في المورجج خالص نهائي، المورجج ككونسبت مهم جدا، لان زي ما انت قلت it is an appreciating asset، بس الفكرة اللي بتحصل ايه، انه في ناس فاكرة ان الريل استيت هو the be all and end all of investments، وبيحطوا فلوسهم كلها فيها. حتى لو كانت كده عمرك ما تحط فلوسك كلها في سلة واحدة، ما ينفعش. فلما تحط اللي وراك واللي قدامك في بيت، ممكن تاخد بيت كبير حقيقي، بس تتصدم بعد كده في ايه، في البروبرتي تاكسز، تمام، في اليوتيليتيز، في ال في ال في ال في ال. فدايما انا بقى بعلم الناس ايه، ال 50-30-20 رول. ايه بقى الرول ده؟ من النت انكم بتاعك 50% ماكسيمم يروح للاساسيات، المورجج بالبروبرتي تاكس بالكار انشورنس بالاكل، بالاساسيات اللي من غيرها البيت ما يمشيش. ده 50. 30 حسب بقى كل واحد ومزاجه، يعني يا 30 فاينانشال بلاننج، يعني اللي بقى للانشورنس وللانفستمنتس وللتحويش والكلام ده كله، و20 بافر خروجات سفر، مثلا 50 يبقى 60 في سنه في شهر فتساعد كده، تمام، يا العكس، يا 20 فاينانشال و30 بافر بغض النظر، بس مش اكتر من 50% من النت انكم طبعا كومباين من الواحد ومراته، تمام، هيروح للاساسيات. اكتر من كده الواحد بيتزنق، وللاسف انا من خلال خبرتي في العشر سنين اللي فاتوا، مصريين او غير مصريين نادرا جدا 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 ما بلاقيها 50، عاده بتبقى في الـ70s. هو الحقيقه انا اللي اعرفه ان البنك لما بيديك مورج بيديك ابروفال على المورجج، هو بيعمل حسابه ان انت around 35% of your income رايح على المورجج. صحيح، بس they usually approve على مبلغ اعلى شويه، قلت البيت اعلى شويه. فعاده انا بقول للناس ايه، when you get obviously I'm not a mortgage expert او حاجه، بس that's anecdotal evidence، انه لما بتوصل لاخرك مثلا في البري ابروفال، your pre approved مثلا لبيت ثمنه you know 450,000، ما توصلش ل 450,000، يعني ما تاخدهاش ب 450، خدها باقل ان امكن. طبعا كل واحد وظروفه، وطبعا لو في بيت دي مشكله كبيره لان البيوت ابتدت تغلى اصلا او غليت. ده حقيقي للاسف، يعني للاسف هي مشكله كبيره، يعني موضوع الهاوسنج ده. بس عامه يعني هنا في كندا في حاجه اسمها جود دات وباد دات. الباد صح دات صح، الكارد علشان وللاسف انا ابتديت اشوف الباد دات بيزيد. مش زي كوت ان كوت الكنديين، احنا كلنا كنديين، بس اي نو وات يو مين، تمام، بس للاسف ابتدى يزيد.
Well, again, it's partially because of COVID. وأنا مش بلوم حد. Yeah. هو الواحد ابتدى المشكله الكريدت كاردز للي ما يعرفش ان الانترست ريت بتاعها هبل اللي بيتكلم في 18 و19% الانترست ريت بتاع المورجز بتبقى كلام فارغ يعني حتى لو زاد بيبقى ماكسيمم 5% which is not مش خلي بالك ده لحد دلوقتي ايام ما احنا كنا بيبيز تمام كانت اعلى بكتير بس ساعتها لما كانت اعلى بكتير البونز كانت كويسه كان يعني it was a very different financial landscape ساعتها من ساعه ما جينا هو بيرنج ما بين الثلاثه والاثنين بس من حيث المبدا هو ممكن يزيد يعني we have to be very careful واحنا بنقول كده تمام there's no way ان انا اقدر اقول اللي هي الريت هتفضل قليله على طول طبعا احنا في كوفيد وبتاع not in the short term بس لما بنتكلم planning على the very long term again you never know you have to be careful about that So anyway, my point is في debt management ودي بشوفها كتير إنه بيبقى في lines of credit و credit card وكلام ده كله بيبقى في assets زي مثلا البيت تمام let's say الواحد عشان just to service the debt عشان بس يدفع debt مش the principal تمام الدين بس بيدفع 800-900 دولار في الشهر مثلا ده واحد اتزنق في عشرات الالفات فدلوقتي ده اللي بيدفع في الشهر بس عنده مورجج والمورجج ده فيه شويه اكويتي في البيت يعني 80% من قيمه البيت لو اتباع ناقص المورجج تمام ده بوتنشلي طبعا في رولز ثانيه وكده بس ده بوتنشلي ممكن يتاخد هوم اكويتي لاين اوف كريديت عليه طيب ليه ده مهم وخلي بالك من حاجه انا كبروكر ماليش دعوه بالموضوع ده خالص يعني لما واحد يعمل هوم اكويتي لاين اوف كريديت انا ما بقبضش حاجه ده مجرد يو نو اتس ادفايس بس ليه ده ساعات مش دايما بس ساعات بيكون مهم هو نفس الدين نفترض 20-30 ألف بس بدل ما بتدفع له 1000 في الشهر على مثلا نت انكم 3000 يعني 30% اوريدي بس رايحه للدات دون عن اي حاجه تانية بتدفع له مثلا 200-300 حسب طبعا الانترست ريت والكلام ده هو نفس الدين بس انت وفرت 700-800 دولار في الشهر طبعا كل واحد وتفكيره مختلف في واحد يقول لك انا هستحمل الألف دي لحد بعدين كله يروح اوكي جميل مفيش مشاكل مش غلط يعني فاهم بس المشكله انها تاخد وقت طويل قوي لانه في لما when you have a loan بريت معينه تمام عاده بيبقى فيها amortization period نفترض 15-20 سنه مثلا تمام انت بتدفع 200-300 دول وعارف ان مثلا هيخلصوا بعد 15-20 سنه بس مع الكريدت كارد ولو بصيت على الستيتمنت هتلاقيها في كده في غالبيه الكروت في كده سطر يقول لك if you continue to do minimum payments it will take you x number of years انك تخلص ولو الدين كبير انف ممكن ودي شفتها قبل كده 150 سنه تمام ومكتوبه كده في الستيتمنت اللي هو طب اوكي جميل ماشي هورثها اي جس تمام فدي نقطة مهمة جدا انه على قد ما تقدر ما تدخلش في ديون وحشة بس لو دخلت في ديون وحشة تمام اختارها صح جميل فدي فكرة الدات مانجمنت how to consolidate that how to eliminate that بعيد عنك وعن السامعين يعني من خلال consumer proposal مثلا ولا حاجة بس ده بقى ايه ده بقى ال the last step ما فيش اي حاجه تانية ممكن تنفع يعني تمام اتس نوت بريتي خالص الكونسيومر بروبوزل ده بس ساعات اتس نيسيسري ده موضوع تاني بس ده مش اللي هو ايه انت قصدك قاعده لوحدك الكونسيومر بروبوزل ده اللي هو بيزك لنفترض انه في مثلا انا مديون لشركه مثلا تي دي كريدت كارد مثلا وشركتين كمان مثلا استلفت منهم فلوس ولا ثلاث شركات استلفت منهم فلوس ولا whatever it is حلو وانا مش قادر ادفع الديون تمام بروح للشركه بتاعت دات كونسول اللي هو دات مانجمنت يعني وكده والشركه دي بتقول للناس اللي انا مدين لهم تمام الراجل مش هيقدر يدفع 100% تمام بدل انتوا ما بتاخدوش حاجه الراجل ممكن يدفع لكم 50% بس فها ها 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 يتوافقوا مع بعض ولما يوافقوا خلاص ده بقى بيبقى كونسيومر بروبوزل بيبقى على 5 سنين في مبلغ معين لازم يدفع على 0% interest تمام مبلغ بيدفع في الشهر وممكن يخلص بكرة يعني أنا لو ابتديت consumer proposal وجالي فلوس ممكن أخلصها بكرة بس دي طبعا فيها مشاكل كتيرة الكريدت سكور بتاعك بيتضرب جامد
تمام، بيبقى على الكريدت ريبورت بتاعك بعد 3 سنين من اخر دفعه انت دفعتها ولا ما خلصت الدين. فدي اخر حاجه الواحد بيروح لها ان شاء الله، حتى عارف تستلف من من من, من حد تمام بس ما تعملش كونسيومر بروبوزل الا يو نو في شديد الامر. وللاسف يعني الموضوع ده ابتدى يزيد شويه، واتس اكسبكتد لانه من قبل كوفيد واحنا نص الكنديين عايشين باي تشيك تو باي تشيك، فلما كوفيد يحصل والدنيا كلها تتطربق when it comes to jobs والكلام ده كله obviously الحاجات دي هتزيد للاسف. تمام، فده موضوع تاني خالص، موضوع ان احنا عايشين من line of credit لcredit card لline of credit، مش كلنا طبعا. وفي طبعا يعني ممكن تقول you can you have the point of ان العرب اقل شويه في الموضوع ده، حقيقي ده صح تمام، بس مش قوي. للناس اللي مش عارفه ممكن يتزنق، وشفتها قبل كده برضو، صح مش زي النون عرب كنديان so to speak حقيقي، but I have been seeing it a little bit more يعني في الفترة دي. فدي تاني نقطة، موضوع debt management and how to do so، ودي حاجة أنا برضو مهمة جدا الواحد يفكر فيها. ثالث حاجة ال emergency fund، دي مهمة جدا 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 جدا. فكرتها إيه؟ فكرتها إنه بعيدا عن السوق، بعيدا عن أي investment، في savings تمام؟ you have to save ما بين 3-6 months of income إن أمكن. طبعاً اللي أنا بقوله ده الأيديال. الحقيقة هو أنه مثلاً كل واحد فينا واقع في 2-3 من دول، ودي شغلتي أن أنا أحاول أطلعه يعني أوصل للأيديال على قد ما أقدر. بس أيديالي أن العيلة تكون محوشة 3-6 months of يعني I would say after tax income. ليه؟ For unexpected expenses، عربية باظت، أدوية أسيوم مفيش فارماكير يعني disability whatever it's very important. فدي الامرجنسي فاند. الجزء الرابع هو البروبر بروتكشن. هنا أنا مش بس بتكلم على life insurance، it's an aspect of it بس مش كلها. ممكن نتكلم على critical illness، ممكن نتكلم على disability. وأنا عارف إن بالذات في مجتمعنا كلمة insurance doesn't sit down well تمام، يا اما عشان خاطر بعض الـ المشاكل بتاعت مثلا term insurance، وفي ناس بتقول انها مش بتؤمن بيها، you're playing Russian roulette against God. طبعا انا مش هدخل في 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 في, في, في اي حاجه تبع religion ولا whatever، but I have to respect the client's wishes either way يعني فاهم. وانه فكره انه لا مش مهمه ومش عارف ايه، انا لسه صغير بلا 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 بلا. حقيقي تمام. خلي بالك من حاجه، الادفايزر اللي بيبيع على خوف خاف منه لان ده عايز يعمل فلوس وخلاص so to speak تمام. انا مش قصدي ان انا ابيع على خوف تمام، I'm not a doomsday person but my point is انه life is life تمام، ان الواحد ممكن يحوش من هنا للصبح، بس especially في أول حياة العيلة لا قدر الله لو أي loss of income أو loss of assets حصل كل اللي تحوش ده راح تمام. فالفكرة في البروتكشن إنه we don't want to over protect and we don't want to under protect، دي حاجة برضو بعلمها. موضوعنا النهاردة هو في آخر build wealth and preserve wealth. Build wealth meaning we want to outpace inflation and reduce taxes. و preserve wealth ازاي اللي انا بنيته ده يروح لولادي with minimal tax. لانه الواحد اللي ما يعرفش في الموضوع ده يعني الواحد في الحتة دي بالذات محتاج a good financial advisor and a good lawyer تمام. في الحتة دي لو الواحد مش مخلي باله في جزء يعني لا بأس به بيروح في النقلة تمام، يروح بقى accountants و lawyers و probate tax و whatever. فدي فكرة الـ financial independence. In the typical banking scenario, in our typical interactions with the bank, ما حدش بيعلمنا أي حاجة من دول. Maybe build wealth, a little bit, sure. بس كل الحاجات دي مع بعضها إنها تشتغل مع بعض as a comprehensive plan, that doesn't happen. And that's why working with a brokerage is so important.
ميك سنس لحد دلوقتي؟ اه تمام. انا عايز برضه اقول ان انا شخصيا استفدت من رامي، لان انا one of Rami's clients by the way. يعني Full disclosure. ليه عادي، يعني انا شخصيا of course, of course. انا كنت مع بنوك، وبعد كده يعني رامي اتكلم معايا اداني الـ educational material دي. والصراحه I can see the difference. I'm not promoting anything يعني الحقيقه، بس احنا انا بتكلم from personal experience. البنوك فعلا ما بتقولكش كل حاجه، وهتعاملك على اساس يعني كل واحد على اساس هو فين. لو انت مليونير اكيد هتتعامل احسن مني. انا مش مليونير، فانا طبيعي ان انا هتعامل زي بقيه الناس العاديه. بس هو عامة الكلام ده مهم، ومهم ان احنا نعرفه. وفكرة سيبها للظروف وما تقلقش، الكلام ده في العالم الواقعي ما ينفعش الحقيقة. يعني فعلا ما ينفعش. والمثل حتى بيقول لك احسب، يعني اعمل حساب اليوم الاسود والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، والحاجات دي اللي هو في الاخر اعمل حسابك ان ممكن يوم في ايام يحصل مشكلة. يعني كوفيد مثلا one of the examples مثلا. بالظبط بالظبط، ده حقيقي، بس ده حقيقي. فالكلام ده مهم، وانا بتكلم from personal experience صراحة الحاجات دي مهمة. يعني اتفضل كمل. I appreciate that. Thank you, Fethi. All right. So, تعالى نتكلم على the timelines of investing. واحنا بنستثمر بمدة قد ايه؟ في ناس في طريقة بيسموها speculative. تمام؟ speculative اللي هو عارف تشتري النهاردة وتبيع بعد يومين، تمام، لما تطلع مثلا. الموضوع اسمه ايه، AMC، وموضوع اللي هو الروبن هود تريدر تريدنج بلاتفورم دي، اللي هي كان ايه الستوك اللي كان عامل ازمه، جيم ستوب. يس، الموضوع ده تمام، ده له ناسه وله وقته. انا مش بتكلم على كده خالص. ده بالعربي مضاربه، اللي هو انت مضاربه بالظبط، بتشوف ستوك انت متوقع ان هو يسبيكيليت ان هو هيعلى فبتشتريه، وعامل حسابك ان انت هتبيعه في وقت قليل وتعمل فلوس من فرق البيع والشراء. بالظبط بالظبط، وده له وقته، مش غلط تمام، سنوت ليجل اور اني ثينج. بس ده عايز واحد يكون مركز بقى مع البورصه وديديكيتد وفاهم ايه اللي بيحصل ومتابع وفورمز كتير. يعني اتس بيج حقيقي. وحاجه كمان، ما تحطش بيضه كله في سله واحده. انا دايما بكلم ناس اللي كويسه جدا في الموضوع ده، او منهم يعني كذا عميل، تمام، اعمل اللي انت عايز تعمله في السبيكيوليشن، تمام، بس when it comes للونج تيرم بلاننج، let's say هو قال لي او هي قالت لي انه مثلا retirement is important. لو retirement، التقاعد is important، لازم نسأل سؤالين. مثلا عايز تتقاعد امتى، في سن كام، وفلوس النهاردة، فلوس النهاردة عايز تتقاعد بعد ايه. لما اعرف المعلومتين دول بعلمهم حاجة اسمها الفين نمبر، الفاينانشال اندبندنس نمبر. ده له اسامي كتير، انا بسميها كده. بيزيكلي انت محتاج تحوش قد ايه في سن معين عشان لما تبتدي تعيش عليه along with your other sources تعيش حياة كريمة. كلمة كريمة دي is different. انا كريمة بالنسبة لي مش كريمة الشخص. كريمة حياة كريمة يعني. لا مؤاخذة. انا مثلا الحياة كريمة بالنسبة لي مثلا، لا مؤاخذة. ماشي. ما تدريش المشكلة. مثلا علشان نبقى honest، يعني هنا في كندا في لايك بنشن بلان وفي حاجات الحكومه بتقدمها، ولكن مع الوقت البنشن والحاجات دي بتقل، لان عدد الناس الكبار بيزيد، والناس اللي في الورك فورس مش مستحيل يكفر الناس السينيورز. يعني هو البيبي بومرز كانت الدنيا كويسه لان كان عدد الناس الكبار اقل بكتير من عدد الناس اللي في الشغل، فكانت البنشن متوزعة على عدد قليل. إنما هو دلوقتي الوعاء الادخاري للبنشن مستحيل يبقى بنفس قوة زمان، فهو ومع الوقت بيقل. ففعلا احنا محتاجين invest for our retirement، ولكن برضو نحط in mind ان ممكن يكون لسه بيجي لنا فلوس من الحكومة بعد retirement، بس ما نقدرش نتوقع انها تبقى بنفس قوة دلوقتي. بص، اللي أنا بعمله very simply، لما بقعد مع حد أقل من 50 سنة
let's say لحد 45 سنة I don't even include الموضوع ده في أي in my calculations. أنا بعتبره zero. للسبب اللي أنت قلته لأن احنا مش عارفين لما الشخص ده أو العيلة دي توصل للسن ده هياخدوا قد إيه. I would rather build them a plan من غيرها وأي حاجة تانية تكون اكسترا وخير وبركة عن إن أنا أعتمد عليها وفي الآخر حاجة تحصل تقل مثلا whatever. فدي حاجة. الحاجة التانية إنه القعدة المفروض when you sit down with a with any advisor it's not a one time thing. مفروض يعني good advisor would follow up once at least once every year maybe once every two years. ليه؟ لأن الظروف بتتغير. بيت جديد، شغل تاني، شغل أكتر، شغل أقل، whatever. It's an ongoing relationship. وعشان كده ال discussions بتاعت ال retirement والكلام ده كله it's not a one time thing. This is an ongoing relationship. فكل شوية it's kind of like أنت بتسوق عربية بديركسيون. كل سنة بتظبط الديركسيون بتاعك. على أساس أنت ما تخيش so to speak. حلو؟ that's why I don't even include the CPP or OAS. Now, the OAS, اللي هو Old Age Security, ده موضوع ده له موضوع تاني خالص ودي حاجة الحكومة بتديها اللي فوق 65 سنة لازم تكون قاعد 40 سنة في كندا by the time you're 65 عشان تاخد الماكسيمم المينيمم 10 سنين فلو انت قاعد أقل من 10 سنين مش هتاخدها by the time you're 65 لو أكتر من 10 سنين وأقل من 40 سنة هيبقى نسبة وتناسب من فضل انت قعدت 20 سنة من ال 40 هتاخد نص الماكسيمم وهكذا المشكلة بقى ان احنا مش عارفين الماكسيمم ده كام والماكسيمم ده بيتغير حسب مين البرايم مينستر وشوية بوليتكس مش عايز ادخل فيها whatever. فأجان I don't include it للناس اللي سنها صغير. When you plan, plan for the worst. What's the worst case scenario? إن الاتنين مش موجودين. بس. So, anyway, يعني احنا دخلنا ما تخوفش أنا مش بسود. لا أنا مش بسود. أنا بس plan for the worst, hope for the best. احنا مش عارفين الرقم هيكون كام. في ناس تانية مثلا بتقول لك بتستخدم أرقام النهاردة في CPP و OAS sure ما فيش مشاكل you can do that too بس زي ما انت قلت بالضبط it's not enough it was never enough. المشكلة الكبيرة هنا في كندا ان هم معتمدين ان الحكومة تعمل لي and they're right. يعني واحد قاعد 40 سنة شغال وبيدفع في CPP I'm guessing they're expecting إن هما to be taken care of. I get that. معلش لما نقول أي terminology Canada Pension Plan. Canada Pension Plan. Yes. Canada Pension Plan. I apologize. دي حاجة احنا كلنا كemployees بنحط فلوس فيها expecting إن هما يدونا income منها by the time ليها بقى rules ممكن تاخد اللي هو زي المعاشات في مصر. أنت أي بس a little bit more complicated. إيه؟ الثلاثة بيت مور كومبليكيتد عن المعاشات بس يعني الكونسبت واحد انت في الاخر بيجي لك باي تشيك بيتخصم منه جزء بيروح على السي بي بي او وعاء ادخاري المفروض بعد ما تطلع معاش تاخد بنش بالظبط اكزاكتلي اند يو دو تمام ما بقولش ان هو وحش بس زي ما انت قلت بالظبط احنا مش عارفين اللي هيحصل بعد 20 30 سنه لما جيلنا احنا يبتدي يتقاعد تمام فعشان كده انا ما اصلا انا شخصيا ما بحطوش في الاطار في ناس ثانيه ممكن تحطه بأرقام النهاردة على أساس إن هيبقى فيه inflation بقى والأرقام هتزيد عمرها ما تنقص عن أرقام النهاردة possibly sure yeah مش غلط برضو بس في كلتا الحالتين هيبقى فيه نقص كبير ما بين الانكم اللي انت عاوزه بفلوس ساعتها تمام والانكم اللي هتاخده من الـ CPP والـ OAS بغض النظر either way فيه shortfall كبيرة جدا وعشان كده مهم جدا 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 إن الواحد ينفست على المدى الطويل عشان خاطر التقاعد. Now for some people ودي مش كتير بصراحة بيبقوا شغالين مع الحكومة مثلا الفدرالية تمام بس من الجيل القديم شوية اللي عنده حاجة اسمها Defined Benefit Pension Plan هو عارف هياخد قد ايه تمام عادة بس مش دايما المبلغ اللي هيتاخد ده بيغطي جزء كبير من الاحتياج والباقي حاجة صغيرة جدا حاجة تافهة يعني حوش لها مثلا $400 ولا $300 في الشهر ولا حاجة زي كده تمام which is very rare unfortunately لأنه الجيل الجديد as far as I know في الفيدرال وكده بياخد defined contribution يعني انت عارف انت بتحط كام مش عارف هتاخد قد ايه في فرق تمام anyway فمش كل الناس طبعا بتبقى عايزة تحوش للتقاعد and that's okay مش يعني
هو المفروض كلنا، بس كل واحد له أولوياته، وأنا كأدفايزر بطبق الأولويات دي وخلاص. ناو زي ما قلت التايم لاين بتاعت الانفستنج، أول واحدة معلش احنا دخلنا في تانجنت شوية I apologize. أول واحدة speculative اللي هو البيع والشراء في الوقت السريع جدا. في بعد كده short term اللي هو أقل من سنتين. جميل؟ medium ما بين 2 و5، long ولونج بعد الخمسة. تمام؟ بصراحة جديدة كده أقل من سنتين ما تدخلش السوق. ما لهاش لازمة. تمام؟ ممكن الواحد بيفكر يقول لك آه في حاجات مثلا بونز مثلا مدة سنتين حاجة لو ريسك كده في اللذيذ، ماني ماركت مش عارف إيه حاجة بتدي فول انفليشن. شور يا مفيش مشاكل. بس ده مش السوق تكنيكلي اللي احنا هنتكلم عليه. تمام؟ السوق أنا بتكلم equities وبونز وبتاع. تمام؟ ده احنا بنتكلم مينيمم فوق الخمس يعني نقول من 3 سنين وانت طالع. وكل ما المدة تكون أكتر كل ما يكون أحسن. ليه؟ لأن بتأفريج أوت في النهاية. لو أنت مش محتاج الفلوس اللي أنت بتستثمرها دي لحد التقاعد لنفترض، تمام؟ حتى لو في سنة واقعة في سنين كتيرة بعد كده هتغطيها. تمام؟ بس لو أنت عايز الفلوس بعد سنتين وحصلت واقعة you're in trouble. انت عندك سنه واحده بس. فاهم؟ فعشان كده التايم لاين بتاع الانفستنج مهم جدا 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 في نصايحي اللي انا بديها. تمام؟ فدي حاجه. فاحنا اللي هنتكلم فيه النهارده ميديوم وانت طالع. جميل؟ طيب ايه اسباب الانفستنج؟ كتير. واحد عايز يشتري بيت فعايز يحوش الداون بيمنت، ريتايرمنت بلاننج، تعليم الولاد، واحد عايز يبتدي بيزنس، whatever، عايز يسافر، عايز يعمل اللي يعمل. تمام؟ ففي reasons كتيرة جدا جدا جدا. وعشان كده وهرجع لها تاني personalized advice is so important. لما تحوش في بنك او في اي حتة تانية من غير ما يكون حد يقعد معاك يقولك انت عايز تحوش ليه، ممكن تلبس في الحيط depending. تمام؟ نعم. فدي الـ reasons for investing. هنا بقى عايز أفرق في حاجة مهمة جدا، آلية التحويش versus اللي بيتحط جواها. كتير جدا وأنا بتكلم مع الناس بيتلخبطوا يقول لك آه أنا أحط فلوسي مثلا في TFSA. ماشي جميل، بس هتعمل إيه في TFSA؟ كاش، GIC، mutual funds، whatever. فالـ vessel أو آلية التحويش هي دي الفيسلز اللي الحكومة سمحة إن الناس تحط فلوسها فيها. وفي أنواع كتيرة جدا هنتكلم فيها بعد دقيقتين. لا هي 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 سمحة بأي نوع من أنواع الانفستمنت، بس دي بتدي عليها بنفيتس. ليها rules. I wouldn't say benefits per se بس rules. يعني مثلا tax free savings account، no tax in no tax out، no tax on growth but it's after tax. يعني بتبقى الانكم الفلوس دي بتبقى after the taxation. تمام؟ وليها ليميت سنوي باثر رجعي من 2009 او من لما ابتديت تدفع ضرائب في كندا، ايهما اقرب؟ تمام؟ مثلا الار دي اس بي بيد عنك وعن السامعين بتاعه الديسابيلتي. لو في حد عنده ديسابيلتي وفي تاكس كريدت بياخده من الحكومه، ممكن يستخدم التاكس كريدت دي وفلوس ثانيه يفتح بيها ار دي اس بي. وحسب الانكم على كل دولار بيتحط فيه الحكومه بتحط up to $3 حسب الانكم. تمام؟ ففي rules كتيرة جدا في الـ vessels دي. فit's not benefits per se, it's rules. وجزء من الـ rules دي طبعا ازاي تستخدم الفلوس. هو داخل كندا عاملة كذا program علشان تشجع الناس انها تسيف. بالظبط. For different purposes. يعني TFSA ده يمكن يكون اكتر حاجة flexible، بس مثلا RRSP ده for retirement، لو retirement registered retirement saving plan، وفي ال RESP لو registered education saving plan اللي هو معمول for education او يعني العيال علشان تتعلم. و just to be clear Quebec is a little bit different. it's better than the provinces. Well true in some aspects. في ال RESP هي ما اسمهاش RESP، اسمها ال REEE. تمام؟ ال TFSA مش ما اسمهاش TFSA، اسمها CASI، QESI. تمام؟ ال RDSP
هي برضو الار دي اس بي بس الرولز بتاعتها مختلفه، وهوريكم الموضوع ده ان فيو مينتس. فكل اليه تحويش ليها الرولز بتاعتها. البنزين اللي بيتحط جواه هو ده اللي بيفرق. غالبيتنا عارف الاليات بس غالبيتنا ما يعرفش بنزين كويس يتحط جوه الاليات دي. ده جزء كبير من كلامي النهارده. اوكي، فالتفرقه دي مهمه جدا لما الواحد يعمل اي انفستمنت ديسيجن. اتس نوت جاست عايز افتح تي اف اس اي، جميل، بس هتعمل ايه بالتي اف اس اي وليه ومدتها قد ايه وهكذا. تعال نتكلم على الاليات. اول اليه التي اف اس اي، تاكس فري سيفنجز اكاونت. زي ما انا نوهت، نو تاكس ان، يعني مفيش تاكس وانت بتحط الفلوس، مفيش تاكس وانت بتطلع الفلوس، ومفيش تاكس على اي جروث. لو كان الجروث ده 0.5% ولا 200%، مفيش اي تاكس عليه. الفكره الوحيده هي انه في ليميت، والا الحكومه اصلها مش عبيطه. لا ما كانتش حاطه ليميت. لا هي في، انت اوريدي الفلوس اللي انت بتحطها بتبقى اوريدي تاكست. صح، بس في ليميت، ما ينفعش تحط ليه؟ يعني في ليميت اللي هو $5,000 ونص بير يير. 6000 دلوقتي. 6000 بقى لها 3 سنين 6000، تمام؟ لو عملت جوجل تي اف اس اي كونتريبيوشن ليميت هتلاقيها على طول. فالواحد يحسب الليميت بتاعه ازاي؟ ابتدى يدفع اني سنه ابتدى يدفع فيها ضرائب في كندا. هو عامه في النوتس او اسسمنت بيقول لك انت ليك كام. بس خلي بالك من نقطه مهمه، اتس نوت ريل تايم، اتس سلو تو ابديت. اي وود سجست سترونجلي ان الواحد يبقى مسؤول عن ان هو يحسبها مع نفسه، تمام؟ فدي فكره التي اف اس اي. حلو، الاليجيبيليتي بتاعتها از فيري سمبل. ما وصلتش للماكسيمم، if you're a resident of Canada مش بالضروره PR، يعني if you have an open work permit or any work permit وبتدفع ضرائب في كندا ليك الحق انك تفتح تي اف اس. طبعا if you lose this residency then there are rules around it، انه تي اف اس تفضل زي ما هي وتكبر وكل حاجه، بس مالكش انك تحط فيها اي، واللي تسحبه ما ينفعش تحطه تاني، تمام؟ بس دي فكره التي اف اس. ناو دي TFSA make sense for now. حلو، نتكلم على الآلية الثانية. well دي deposit limits. من 2009 ل 12 كانت 5000 في السنة، 13 14 5.5. 2015 في عهد رئيس وزراء معين كان 10000، ورئيس الوزراء اللي جه بعد كده راح مقلله تاني 5000، وبعد كده زودها ل 6000. now it will be indexed to inflation and rounded to the nearest 500، بس ده في السنين اللي بعد كده. انا عارف ان 2021 برضه 6000، but at some point it will go to 6500 according to CPI index بقى وكام، تمام؟ طيب دي ال RRSP Registered Retirement Savings Plan. فكرتها حلوة بس honestly مش لغالبية الكندي. It's not a good investment tool or vessel for the vast majority of Canadians, whether by Arab or otherwise. وهشرح لك ليه. It's tax deferred growth. بيقلل لك الضرائب لما تبتدي تدفعها النهاردة أو تحط فيها النهاردة. بمعنى let's say الـ income بتاعك 100,000 وحطيت 30,000 في RRSP، الحكومة هتحسب الضرائب على 70,000. جميل؟ طيب فده الـ before tax income. بس في المقابل الحكومة برضو مش عبيطة، لما تبتدي تسحب منها هيعتبروها كأنها employee income. نفترض انت عندك مليون دولار في RRSP وعايز تاخد 70,000 تعيش عليهم السنة دي. لو سحبت 70,000 مرة واحدة مش هيجيلك 70,000، تمام؟ الحكومة هتاخد withholding tax الأول of I think it was like 20-25% or something like that. وكم tax time هيصفوا حسابك معك. هقول لك انت سحبت كام؟ 70,000، هنعتبرها income، تمام؟ 70,000 هتحطك على اني tax bracket الفلاني. احنا مثلا خدنا منك كتير، خد الريفند ده. بس بعد ما تتصفى الحسابات ال 70,000 هتبقى actually حاجه و50,000 كانها income بالظبط. يعني احنا متفقين انها for retirement، ف
فالهدف اللي انت تستخدمها لما تريتاير ويبقى ما عندكش انكم وبتسحب منها فلوس صحيح. قليله بير يير. بس المشكله ان ناس كتيره جدا، وانا من هنا مش بتكلم على العرب بس ولا وات ايفر، بس ناس كتيره جدا حاطه غالبيه فلوسها في الار ار اس بي. فمشكلتها الكبيره ايه؟ لنفترض ان الانكم بتاعك النهارده 70,000 وانت على سلم ضريبي معين، وانت جيت قلت لي يا رامي انا عايز اريتاير على 50,000 فلوس النهارده. ما بين ال 70,000 وال 50,000 على السلم الضريبي، انا مش فاكر الارقام بالظبط، بس يا اما انت على نفس السلم او سلم تحت. فالار ار اس بي از نوت ا جود ايديا، لانك اللي هتقلله ضرايب من هنا هتزوده هنا. سواء يعني تو بي رياليستيك، يعني مفيش حد ريتايرد بيبقى عنده نفس المصاريف بتاعت واحد مش ريتاير. يعني صح. انا let me explain it a bit. يعني بس انا مش ثانيه واحده، لا 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 ثانيه واحده، ثانيه، في نقطه مهمه هنا. انا مش بتكلم على المصاريف، انا بتكلم على الانكم، في فرق. ما هو الاثنين المفروض واحد، يعني مش بالضروره. انا مش بس عايز اغطي المصاريف ات ريتايرمنت، انا مش بس عايز اغطي مصاريفي، انا عايز اغطي مصاريفي واعيش حياه كويسه. مش لازم مفيش اللي هي بفر مصاريف يعني. اللي هي مصاريف. Well, true. بس هي الفكرة في إيه؟ اللي أنا عايز أشرحه إيه؟ غالبية الناس they want to retire at about 70% of their income. ده الـ rule of thumb. تمام؟ في ناس عايزة أكتر من كده. لا، في ناس عايزة أقل من كده. يعني أنا يمكن أعترض معاك شوية. يعني مثلا أنت وأنت قبل ما تريتاير بتكون خلصت المورجج، فالمورجج أوريدي جزء كبير من البيمنتس، مونثلي بيمنتس بتاعتك. ده مش هيبقى موجود. انت بيبقى عندك ولاد بتصرف عليهم education، اكل اكتر، شرب اكتر، يعني مصاريف اكتر، فسح حتى بتبقى اغلى. لما العيال بتكبر انت ما بتبقاش محتاج تدفع الفلوس دي، يعني هم خلاص بقوا independent. تمام. انت يعني مصاريفك كأنك عايش لوحدك. يعني انا رأيي لما واحد يحسبها ما يحسبهاش كأنه دلوقتي، يعني انا دلوقتي عندي 3 عيال والعيال في مدارس وكده وعندي مورجج، فانا ما ينفعش احسبها بنفس الطريق بنفس المايند سيت دي. انا المفروض احسبها على اني واحد ما عندوش مورجج وما عندوش عيال. فاهم قصدي؟ بس this صح. is the point. يعني كلامك صح، كلامك definitely صح، definitely مصاريفي هتبقى اقل بكتير من صح. وانا عندي عيله ولسه بدفع مورج. انا ستيل هدفع بروبرتي تاكسز، يس هدفع بروبرتي تاكسز، هدفع يوتيليتيز، هدفع الحاجات دي، ولكن المورجج بيمنتس دي خلاص راحت، والفلوس اللي انا بصرفها على ماي الديبندنتس اللي هم العيال برضه هتروح. فده اتس ا بيج تشانك اوف يور مونثلي بيمنتس في الوقت قبل الريتايرمنت. بعد الريتايرمنت انت بتبقى جاست بتتفسح وبتاكل وبتدفع التاكسز وشويه حاجات صغيره. Which is a big difference, which I don't think it's 70% of what you're paying right now. Now, That's my I didn't point. say 70%, no, but I didn't say 70% of what you're paying. I said 70% of your income. There's a difference. ايوه يعني لا تمام؟ يعني ما هو الانكم انت you're tying income to expenses. While that is correct, of course, تمام؟ That's not the whole picture. خلينا اشرح لك انا قصدي. بص يا سيدي. ال 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 الفكره في الفكره في ايه؟ لنفترض انه عيله مثلا 70,000 و50,000 تمام؟ 120 بلاش. I'll make it simpler. عيله الاثنين بيعملوا كومبايند 250,000 في السنه مثلا. جميل. وجم حسبوا الحسبه اللي انت قلت عليها دي وقالوا اوكي طب جميل، احنا مش محتاجين اكتر من 4,000 دولار في الشهر، اي ما يعادل 48,000 في السنه بفلوس النهارده. حلو. ساعتها ان ار ار اس بي از ا جريت ايديا. ليه؟ لانه ضرايبهم عاليه دلوقتي تمام، فهتقلل الضرايب دلوقتي، وحتى لما هياخدوا حق ال 48 في السنه هيدفعوا ضرايب اقل من اللي كانوا بيدفعوها قبل الريتايرمنت. بالظبط. فده ده اللي انت بتقوله. Yes, this is my point. Exactly. بس غالبيه الكنديين مش كده. تمام. What was the statistic؟ انا مش فاكر statistic دلوقتي، بس I think if you make more than $150,000 a year you're in the top what 2% 5% of Canadians something like that. انا مش فاكر
الستاتستيك بالظبط، بس ماي بوينت از غالبيتنا عمرنا ما هنعمل اكتر من 100,000 في السنه. تمام؟ انت قصدك الهاوسهولد انكم ولا الهاوسهولد انكم؟ الهاوسهولد لا الهاوسهولد انكم، هاوسهولد انكم. تمام؟ ولما هنريتاير هيبقى طبعا المورجج مش موجود وكده، هنريتاير اقل حقيقي، بس لما تبص على البيفور وافتر في الارقام دي في على السلم الضريبي مش هتلاقيه في فرق كبير، تبقى على نفس السلم او يمكن السلم اقل بغض النظر عن expenses ايه، بس the before and after income not accounting for inflation are going to be similar على السلم الضريبي. طيب ليه ده مهم؟ الهدف بتاع ال retirement ايه؟ فاكر اللي احنا قلنا عليه هنا؟ to reduce taxation. Sorry, في ال build wealth to reduce taxation. In this scenario, تمام؟ احنا مش بن reduce the taxes بكتير، لان اللي هنقلله من هنا وقت ما في انكم هنزوده وقت ما فيش. تمام؟ فاجان مش هي بتتحسب. انا رايي هي كل واحد هي لازم تتحسب من واحد للتاني. يعني في السيناريو الاولاني اللي هو اتنين متجوزين بيقبضوا رقم كبير، فالهاوس هولد انكم بتاعهم اكتر من 150,000 مثلا، ساعتها هما لما يسيف ان ار ار اس بي لما يجوا يسحبوا بعد كده هيبقوا في تاكس براكت ديفينتلي اقل من التاكس براكت دلوقتي. بالظبط، ده لو هم عايزين يعملوا كده. خلي بالك في ناس بتبقى عايزه 150 عامله 150 وعايزه تعيش على 120 for some reason or another. تمام؟ ساعتها طبعا الحسبه بتتغير. فزي ما انت قلت بالظبط هي محتاجه تتحسب. That's why again انا بعيد الحته دي تاني، sitting down with an advisor is so important. Because they teach you this stuff. Okay? Now, في بقى نقطة مهمة جدا. في غالبية الأوقات الناس اللي بتبقى شغالة وكده بيبقى عندها RRSP match من الشغل. ساعتها RRSPs are a great idea, of course. ليه؟ لأنه في 50% return لو 1 to half a dollar أو 100% return لو 1 to 1 dollar up to a certain point. وساعتها دي, this is free money, literally. So yes, let's do that. Let's use it. وساعتها we can show you know how to make the money work harder and but that's another topic. But as a vessel انا حاسس ان هنا في كندا كل حاجه RRSP 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 you know it's like the be all and end all. It's not usually the case. It's actually not the case for most Canadians. بالذات ان هم البيفور والافتر انكمز بتاعتهم قريبه من بعض. تمام؟ ولكن there are a couple of advantages of using an RRSP. If you have an RRSP, you can withdraw up to 35,000 for a home. بس دي ليها بقى its own strings. لازم ترجعها interest free على 15 سنة. للفيرست هوم بايرز بس. للفيرست هوم بايرز. Yes. Their first home. أيوه بالضبط. تمام. فلاتس أنت خدت 35,000 عشان ترجعها لازم تبتدي من السنة اللي بعد سنتين بعد أنت ما اشتريت البيت. يعني لسه أنت اشتريت البيت في 2021. هيبتدي ياخدوا الفلوس منك 23. تمام؟ او يعني المفروض سوري مش هياخدوا منك حاجه، المفروض انت ترجعها 2023. تمام؟ ناو يعني ده الماكسيمم وقت اللي ممكن يستنوك فيه يعني سو تو سبيك، ممكن تبتدي قبلها طبعا. If you don't do that المبلغ اللي انت المفروض كنت تحطه في الشهر هيجمعوه على التاكس يير ويعتبروه انكم. كأنك سحبت من الـ RRSP. تمام؟ فدي ليها مشكلتها برضو. يعني انت سحبت من الـ RRSP عشان تعمل بيت which is تجيب بيت او تشتري بيت which is awesome but at some point you have to repay that which is going to be an additional strain. تمام؟ And that's why again I would suggest the TFSA for the short term if you're you know buying a home for a down payment لان ما عليهاش restrictions. طبعا there's a tax credit based on the investor's contribution and there's you can use a withdrawal من an RRSP to finance full-time training or education. الغلطة اللي أنا بشوفها إن الناس بيبقى عندها فلوس وعايزة تستثمر جوه ال RRSP مخصوص عشان الاثنين دول. That's not the point. مش لازم تزنق فلوسك في RRSP if it's not good for you. لما ممكن تفتح TFSA تمام
واسيومين ان انت ما وصلتش للماكسيمم طبعا، وبعدين تخليها تكبر عن تسحبها تعمل بيها اللي انت عاوزه بقى، لبيت لاديوكيشن يعني. ما تحطش على نفسك قيود ما لهاش لازمه، فاهم يعني؟ ما تدفعش ار اس بي مخصوص عشان خاطر الموضوع ده. You can open a TFC and do what you want. And let me be clear, I offer both. فأنا بالنسبة لي كأدفايزر مش فارق معايا. يعني أنا مش بقول كده عشان خاطر مثلا I'm peddling TFSAs or RSPs. It's just general advice. وده علشان في الآخر البنزين هو هو. يعني أنت ممكن تحط البنزين في RSP هو هو نفس البنزين هتحطه في TFSA. فأنت بالنسبة لك كفاينانشال انستيتيوشن أو بروكرج أنت مش فارق معاك الفلوس رايحة في أنهي بلان. انت في الاخر الفلوس رايحة في mutual funds regardless هي في RRSP ولا TFSA ولا في RESP. It doesn't matter. تمام 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 تمام. فدي فكرة الـ RRSP. now لنفترض ان احنا قعدنا مع العيلة دي وقلنا ان الـ RRSPs are not a good idea for them. جميل. فهيبتدوا في ايه؟ هيبتدوا في TFSA. طيب لنفترض انه الواحد ومراته مثلا وصلنا لاخرهم في TFSA، لسه جايين جداد مثلا، تمام، السنه اللي فاتت، فكل واحد فيهم له 12000، 6000 السنه اللي فاتت و6000 السنه دي. حلو. فخلاص حطوا 24000 بس لسه عايزين نحط شويه كمان، نفتح RRSP وهي مش كويسه ليهم؟ لا، في آلية ثالثه مش معروفه بس لو اتعرفت مهمه جدا وقويه جدا في الانفستمنت، في اللي هو في البلاننج، بيسموها non-registered investments. يعني ايه non-registered investments؟ ما لهاش tax break لما تحط فيها فلوس، ما بتقللكش ضرائب. جميل. ليها dividend income على mutual funds. لو انت حطيتها في mutual funds بيجيلك عليها T-slips، لازم you have to declare it كل سنة. تمام. now دي مهمة جدا بقى. لما تبتدي تسحب الفلوس منها هتدفع approximately نص الضرائب compared لل RRSP. طيب ليه دي مهمة؟ نص الضرائب على المكسب صح؟ capital gains so to speak it's around يعني حسبة ليها حسبة معقدة شوية but for all intents and purposes we can call it capital gains. يعني capital انت بتدفع على المكسب. يعني انت حطيت 5000 كسبوا 1000 انت هتدفع taxes على ال 1000 على ال 500 على نص الجين. على نص الجين؟ طب ما دي كويسه. دي هايله دي. I know. بس you only use it when you exhaust you know all your other options. اوكي. يعني انت ما ينفعش تعملها لو انت ما عملتش ماكسنج اوت لل TFSA مثلا؟ well هو انت ينفع تعمل legally ممكن تعمل اللي انت عاوزه. بس it's not suggested. ليه؟ يعني ما حدش هيوقف. ليه تدفع نص الضرائب؟ يس. لان انا لو معايا فلوس احطها في TFSA بحطها في TFSA عشان مش هدفع عليها تاكسس خالص. بالزبط. انما لو انا معايا فلوس وانا اي ماكس داوت TFSA والار ار اس بي مش كويسه، لان في ناس الار ار اس بي كويسه فدي هاف تو ماكس اوت بوث. اوكي. قصدي ايه؟ انت قصدك دي حاجه افيلبل اي وقت، يعني حتى يعني اي حد يقدر يستخدمها. هي في الاخر تعتبر زي كابيتال جين زي مثلا اشتريت بيت والبيت ده كنت بعمله مستخدمه از انفستمنت وبعد كده بعته بمكسب، انا بدفع تاكسز على نص المكسب. يعني بقى اشتريت بيت ب 100000 بعته ب 200000 انا كسبت 100000 هدفع تاكسز على ال 50000. now let me be clear هنا. you need an accountant for this part to be clear. تمام. I am not an accountant. I'm not an expert in this matter but I do know that this happens. Yeah, right, there's an accountant. Capital gain. It's yeah. To keep it simple, تمام. Once you you realize the gain, يعني realize بمعنى أنت تسحب الفلوس من account cash, تمام. The taxes that you will pay will be approximately half of the equivalent سحب لو أنت كنت سحبته من RRSP. Make sense? طيب. دي آلية مهمة جدا وقوية جدا for a lot of people that they don't know about. مين اللي يعرفها أكتر؟ الناس اللي عاملة incorporation. لان الناس اللي عامله incorporation بيبقى عندهم non registered investments فيها. تمام. لانه you cannot as an incorporation open a TFSA on RRSP. بس on a personal level not a lot of people know non registered even though for some of them not all of them of course but for some of them it's very important or a very powerful
tool or a very powerful vessel. تمام؟ طيب نتكلم على الار اس بي بتاعه الولاد. تمام؟ بتاعه تحويش الجامعه. انا هنا بتكلم على الطفل عمره يوم او ليترلي نفس اليوم اللي طلع فيه من المستشفى. تمام؟ لحد حوالي 14 سنه something like that. لما تفتح ار اي اس بي فوق السن ده ليها رولز مختلفه. تمام؟ مش كل الجرانتس بتتاخد، مش عارف ايه قد ايه، مش هتكلم فيها. انا هتكلم هنا على اساس ان الطفل لسه راضي ولسه بنفتح له ار اي اس بي. جميل. طيب الحكومه في كذا حاجه، في كذا جرانت الحكومه بتديها لنا. تمام؟ طبعا الفلوس دي مش بتتاخد كاش، دي بتتحط في الاكونت على طول لما يتفتح. والاكونت ده اجان الرولز دي فلوس كندا. انت قصدك فلوس كندا، الحكومه كندا بتساعدك بيها او بتكونتريبيوت في البلان، السيفنج بلان بتاعتك يعني بتاعت الجامعه. يس اكزاكتلي اكزاكتلي. ولازم استخدمها في الايديوكيشن، يعني ما ينفعش استخدمها في حاجه ثانيه. بص الطفل ممكن يستخدمها في الايديوكيشن والحاجات اللي حوالين الايديوكيشن، روم رنت بورد اكل، so long as they provide proof for it. تمام؟ مش هياخدوا فلوس دي يعملها بارتينج. الفلوس دي المفروض دي يعني انا let me ask a question by example. يعني مثلا هنفترض ان البيرنتس حوشوا 20,000 والحكومه قصادها حطت let's say 2000 مثلا، خلينا 4000 على كل $5 ماشي، حطت 4000 وبعدين الولد اتعلم ب 16,000 مثلا. الفلوس هتروح هتبقى ازاي؟ طيب لو في طفل تاني تمام ممكن هو ياخدها، especially لو فتحنا ار اس بي في فاميلي ار اس بي. الفاميلي ار اس بي دي بتبقى بول. تمام؟ الواحد بيحط بيعمل حساب ان هو بيحط مثلا 200 لكل طفل، بيحط 600 في السنه في الشهر مثلا لو في ثلاث اطفال. لنفترض انه في الاخر خالص كان في 200,000، and let's assume just for easy numbers ان هما كلهم triplets فدخلوا الجامعه مره واحده. تمام؟ طيب واحد منهم ممكن ياخد 20، واحد منهم ممكن ياخد 50، واحد ممكن ياخد اللي هو عاوزه. تمام؟ المهم ما تكونش اكتر من ال 200,000. لا ولو اكتر انا قصدي مثال اكتر، يعني انا جاي لك انا فاهم انا جاي لك. لنفترض ان في زياده، حلو. طيب ايه اللي يحصل؟ ممكن صاحب الاكونت السبسكرايبر اللي هو الاب والام تمام يسحبوا الفلوس دي يحطوها في ار ار اس بي، بس ساعتها الحكومه بنسبه وتناسب هتاخد الكونتريبيوشن بتاعها بالجروث عبر السنين، والباقي ممكن يروح ل ار ار اس بي. Remember it is registered. But you can't really just take it cash like that. تتحول ار ار اس بي والحكومه تاخد فلوسها، وبعد كده بقى لو عايز تسحب من الار ار اس بي the normal rules apply. الحكومه تاخد فلوسها كلها ولا بتاخد جزء؟ الجرانت بتاعها، الفلوس اللي هي حطتها بالجروث. يعني let's go back to my example. اوكي. البيرنتس كونتريبيوتد ب 20,000 والحكومه كونتريبيوتد ب 4,000 والولد ماشي. الولد اتعلم سنتين ب 14,000. حلو. يبقى كده في 6,000 و4,000 لسه قاعدين. لو في ولد تاني صح؟ ممكن يروحوا للولد التاني، لو ما فيش ولد تاني ال 10,000 دي السته هيروحوا للار ار اس بي صح؟ بص لا هي بتبقى نسبه وتناسب. يعني انت دلوقتي قبل ما الفلوس تتسحب الحكومه حطت توتال كام اوت اوف توتال كام؟ يعني الحكومه حاطه 4000 من كام؟ من من ست من 24 من 24 سوري من خم well اوكي let's put it this way من 20 سوري من 20 لا هو التوتال 24 التوتال 24 25 لان انت let's assume ان البيرنتس حطوا 20 for easy numbers let's assume 20. الحكومه again simply لان في كذا جرانت بس هنتكلم على اول واحد بس، نسيب ان اول واحد بس ابلايز. حلو. الحكومه هتحط على كل $5
يعني احنا بنتكلم 4000، يبقى انت 24000. صح، جميل. طيب 4 من 24000، that's what percentage. لنفترض انها I don't know what the number is. 20%. ما 20%. 20%. يبقى الحكومة هتاخد 20% plus growth from الفلوس الباقية. اوكي. والباقي هروح RRSP. مش الحكومة تاخد ال 4000 بتاعتها كلها. تمام. لانها نزلة وتناسب في الاخر. يعني اللي الولد بياخده بيبقى برضو متوزع بالنسبة. Of course. تمام، مش ان هم بياخدوا من فلوس البيرنتس الاول وبعد كده لو هو احتاج اكتر بياخدوا من الحكومه. لا اوكي. That doesn't no it's all in one pool. تمام. Now there are designations. يعني for example مثلا خليني اشرح الحته دي وهتفهم من قصدي. الناس كلها من اول 2007 تمام بغض النظر عن الانكم بتاعهم بياخدوا على كل $5 up to a yearly maximum of $2,500 سوري ايرلي ماكسيمم اوف $500. تمام. الحكومه هتحط بير تشايلد ماكسيمم $500 في السنه. عشان تاخد الماكسيمم بتاع الحكومه محتاج تحط $2,500 بير تشايلد irrespective of what your income is. تمام. ده مبدئي. ناو الاديشنال سي اس جي، الاديشنال سي اس جي از اونلي فور فاميليز هوز نت انكم، نت انكم بعد الضرائب اقل من 95000، اقل من 47000. تمام. هياخدوا ان اديشنال 20% على اول 500، يعني هياخدوا $100 زياده. تمام. كل سنه هياخدوا $100 زياده on the first 500 contribution only. ولو الانكم ما بين 47 ل 95 هياخدوا 10%، يعني $50 زياده كل سنه. فده الاديشنال سي اس جي. في جرانت التالت اسمه كندا ليرنينج بوند، دي للاطفال اللي عمرها اللي هو مولوده بعد 2004، ودي مالها دعوه بالكونتريبيوشن. يعني حتى لو فتحت ار اي اس بي والانكم بتاعك او النت فاميلي انكم كان اقل من 47000 ما حطيتش اي حاجه فيه، الحكومه هتحط $500 اول سنه و $100 في السنه بعد كده لحد ما الطفل يوصل لسن معين وبعد كده بتقف. واو. تمام. فلنفترض ان في نت فاميلي انكم اقل من 47000، بياخدوا على كل $5 بياخدوا $100 وبياخدوا $500 اول سنه و $100 بعد كده كل سنه. ف over the lifetime of a child until they're 18, assuming that there's enough time, especially if there's lower income, there is a lot of money that the government puts for RESPs. The more the income, of course, the less the government puts in, which makes sense. تمام. ده لكل ال provinces and territories إلا Quebec. تمام. Quebec is a little different. Quebec is instead of 20,000 on the first 2,500, it's 10%. Sorry, 20% on the first 2,500. Quebec, it's 10% on the first 2,500. تمام. لا مش كده. هي it's an additional 10%. لا الاديشنال ده الاديشنال QESI. No. لا I'm sure. انا already عندي ال RRSP plan. انا باخد 20% من ال federal government. او يعني بيحط 20% من Quebec. تمام. I misspoke. You're right. In addition to I apologize. In addition to federal, Quebec بتحط 10 كمان. تمام. وطبعا لو في just to be clear، لو حد they missed the contribution room بتاع 2500 في سنه من السنين، ممكن يعوضها في سنه بس only one year. يعني نفترض انه انا فتحت RESP مثلا لطفل وهو عمره سنه مثلا، تمام، وما حطيتش فيها اي حاجه الا بعد 4 سنين، عشان اكسب وقت ممكن احط $5,000 تمام كل سنه ويغطوا السنه اللي قبلها بس. يعني فور اكزامبل ات ايج 4 years old حطيت 5000 فهتغطي السنه دي والسنه اللي فاتت. تمام. السنه اللي بعدها حطيت 5000 هتغطي السنه دي والسنه اللي قبل اللي فاتت اللي قبل اللي قبل اللي فاتت وهكذا لحد ما تغطي الاربع سنين. You can only make up one year at a time. تمام.
هي في الاخر وطبعا it's free money، الحكومه بتديها بالظبط according to what you pay with بالظبط maximum 500 دولار في السنه. yes and according to your income also، لانه technically انت ممكن ما تحطش حاجه if your income is low enough. اوكي انا I didn't know that، بس يعني it's good to know. yeah definitely. تمام. Now, just to be clear, this is a little bit of an old graphic. لأن مكتوب 2019. Right now, لو واحد هيحط RESP هيبص على الانكم بتاعه في 2020. And this is all automatic ما بين ال RESP provider وال CRA. ودي ال taxes sorry ال profit اللي بيجي أو ال interest اللي بيجي is tax free زي TFSA كده. Correct. However, لما الطفل يبتدي يستخدمه it is counted as tax. لما الطفل يبتدي يستخدمه well مش هقول طفل، هقول شاب I guess في الجامعة it will be counted as tax. However, as income قصدك؟ As income sorry I apologize as income correct. However اللي بيستخدم عادة unless يعني اللي في الجامعة ده عنده شغل تاني أو عنده significant income من حتة تانية تمام ال RESP grant مع نفسه مش هيزود الضرايب قوي. In addition to that, because of the fact that they are paying for their own tuition, they can use the tuition tax breaks later لما يبتدي يشتغل. تمام؟ فلما تحسبها نت مش بيدفعوا ضرايب عليها. يعني practically هو اصلا التاكسز اول لايك ايه 11000 ولا تاك مش بيدفع عليها تاكسز. بالظبط بالظبط بالظبط. فهو يعني ليها حسبه كده طبعا الاكونتنت بي مور اكيد في تاكس كريدت علشان الاديوكيشن فموست بروبلي بالظبط مش دافع حاجه مش هيدفع تاكسز يعني. بالظبط. وحتى لو دفع في السنه ولا وات ايفر ات از لما يبتدي يشتغل التاكس بريكس بتاعت الاديوكيشن هتفيده جدا. تمام. ميك سنس لحد دلوقتي؟ ميك سنس. هو يعني انا كواحد اب عنده تلات عيال انا ال ار اس بي بلان دي يعني حاجه هايله. انا شخصيا يعني انا معتمد عليها علشان العيال يعرفوا يخشوا الجامعه يعني. بالزبط. انا صعب ويقللوا من الديون بتاعتهم الاسر. يعني انا نفسي يعني اعلمهم من غير ما هم ياخدوا لونز على قد ما يقدروا يعني، وفي نفس الوقت ما اقدرش افورد المصاريف بتاعت الجامعه، فان انا احوش جزء صغير من وهم صغيرين علشان لما يكبروا يبقى معاهم فلوس كويسه يقدروا يصرفوا على الاقل يعني اللون اللي هياخدوه يبقى اقل بكتير من الطبيعي. دي حاجه بالنسبه لي هايله. الزياده طبعا ان الحكومه بتساعد، الحكومه بتديني انا عشان قاعد في كيباك فالحكومه بتديني 30% زياده على اللي انا بحوشه. بالظبط. وبعدين بالزبط. على المده الطويله فلوس بتزيد يعني هي مش انا مش عشان بحوش البنزين. تحت بلاطه عشان البنزين. بالظبط بالظبط بالظبط. تمام بيرفكت. سو دي فكره الار اس بي. ناو في حاجه الار دي اس بي The registered disability savings plan. تمام. Disability كلمة disability طبعا it's a medical term وليها إن لوحدها موضوع طويل قوي لازم a doctor has to sign off ولازم تقدم على حاجة اسمها disability tax credit الأول. تمام. They have to be a resident of Canada and under 16. حلو. Now there is no annual maximum زي ال RESP. تمام عشان خاطر فلوس الحكومة. بس the lifetime 200,000. ما ينفعش تحط فيها اكتر من 200,000 دولار over the lifetime of the policy. حلو. وممكن تحط في ال RDSP until the end of the calendar year you turn 59. معلش اقول لك جهلي، لو واحد disable هيحط هيجيب فلوس منين؟ اهله. دي الفكره. يعني هي معموله لايه؟ ايديالي طفل عنده disability كبيره واهله مش عارفين هيعملوا ايه من بعده من بعدهم، هو هيعمل ايه من بعده او هي هتعمل ايه من بعده. فدي فكرة الـ RDSP. Now. طب إيه الميزة؟ Apparent. إيه الميزة؟ الميزة البنزين وإن الحكومة بتحط فلوس كتيرة جداً فيها. أنا I'll get to it. تمام؟ Now. A parent, spouse or common law partner can be the holder of the RDSP. Assuming إن الشخص اللي عنده disability cannot control his own faculties. تمام؟
anyone can contribute to the RDSP if they have written permission from you or from الواسطي. لو again لو الواحد مش قادر you control their own faculties. حلو. And withdrawals must start before December 31st the year you turn 60. ففي withdrawals لازم تحصل. فالفكرة هي ايه؟ ان انت تبني لحد age 60 وانت تبتدي تستخدمها بعد age 60. Now دي مهمة جدا بقى. ال grants والbonds بتاعت ال RDSP allow significant government contribution up to 300% depending on the income. تمام؟ ودي مهمة جدا شبه ال RESP يعني النت فاميلي النت انكم والكلام ده كله. With that being said الفكرة بتاعتها في مش كل الناس طبعا مش كل الناس اللي عندها disability كده بس في ناس اللي عندها disability they don't really have an income. Not really. فthey really do qualify للفلوس دي. And depending on the numbers it can be and depending on the time of course والكلام ده كله by the time somebody turns 60 they can have hundreds of thousands of dollars more depending on how much the government contribution is how much the growth is over this time. فغالبية الناس عارفة disability tax credit بس مش عارفين فوائد ال RDSP. فدي مهمة جدا للناس اللي محتاجها او للعائلات اللي محتاجها بعيد عنك وعلى السمعين. تمام. And when I say RDSP by the way and I'm not only talking about you know a severe debilitating disability. انا ممكن اتكلم على autism. Certain types of yeah, well no not certain types. Autism in general is allowed to a disability tax credit. مثلا. تمام. So I'm not saying that nobody they're not functioning خالص. Not at all. But you know the key here is the definition of disability. Once you get this credit, you can open the RDSP. Make sense? تمام. Good to know. I didn't know about it, which is great. كل ده الفيسلز مش البنزين. أنا أتكلم عن البنزين كمان شوية. طيب. أنهين آلية أحسن ليا؟ أنا ما أقدرش أقول السؤال ده أو ما أقدرش أجاوب على السؤال ده إلا لما أقعد مع واحد مرتين ثلاثة. تمام؟ زي ما قعدت معاك. فاكر؟ تمام؟ قعدنا واتكلمنا وليه ومش ليه والكلام ده كله and then we made a plan. فإت really depends on many different things. Time horizon لو في job matching pre or post income comparison in the tax brackets زي ما اتكلمنا other factors كتير. I'd love at any point if somebody is interested or whatever انه نقعد مع بعض ونشوف what vessel is best. طيب ده الفيسلز. تعالى نتكلم دلوقتي على الفيو. جميل. احنا اتكلمنا على الموضوع ده في الاول بس انا هعيد عليه تاني. من اهم الكونسبتس اللي انا بعلمها للناس حاجه اسمها الفين نمبر او الفاينانشال اندبندنس نمبر. ليها اسامي كتيره بس ده اسمي انا يعني ده الاسم اللي انا بحطه. It is the amount of money you have to, لازم تحوشه في سن معين عشان تفكر في تقاعد كريم so to speak. تمام. مش كريم اهو كريم لو ده جول مهم. طبعا انا مش هفرض رايي على حد. تمام. بس لو جول مهم يبقى دي حاجه بنعلمها للناس. اكزامبل 36 سنه بيعمل 90,000 وعايز يريتاير بفلوس النهارده 70,000 by the time they're 65 محتاج يحوش فلوس قد ايه at age 65 عشان يقدر يريتاير with the equivalent of 70,000 فلوس النهارده. طيب لما نعرف الرقم ده او الفين نمبر ده كل حاجه تانية can be reverse engineered. نستخدم اني اليات. تمام. ايه الفيول اللي يتحط في الاليات دي. تمام. وهكذا. ف when you know this fin number everything else becomes much easier. وعشان كده كل سنه انا دايما بقعد مع العملاء بتوعي و review هل الفين نمبر ده لسه انت عايزه؟ عايز تقلله؟ عايز تزوده؟ طب احنا وصلنا لحد فين دلوقتي؟ طب ازاي نقدر نزودها مثلا تقدر تحط 20 دولار زياده مثلا؟ whatever it is نقعد نحسبها. وكل واحد على قد مقدور يعني نادرا جدا 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 ما بقعد مع حد اول مره وبوصل للفين نمبر بتاعه على طول. عادة ان it needs a couple of years of financial discipline عشان الواحد يبتدي يبقى on the track to get to the fin number. مش دايما بس يعني معظم الوقت. فده كونسبت مهم جدا بحب اعلمه للناس. الكونسبت الثاني ودي حاجه ملهاش دعوه بكندا.
تمام؟ اسمها The Rule of 72. بص على الأربع سيناريوز دول. أوكي؟ في الأربع سيناريوز دول، واحد عمره 29 سنة حط $10,000 على الانترست ريت ده، assuming إنها بتكبر في السنة بالانترست ريت الثابت ده. حلو؟ هيكون عنده فلوس قد إيه by the time they're 65؟ The rule of 72 states that 72 over X equals Y, where X is the rate of return and Y is the number of years for the investment to double. بمعنى لو عندك $10,000 على 4%، امتى ال 10,000 يبقوا 20,000؟ 72 over 4 every 18 years. So by the time they're 65, it will have doubled twice. طب لو مش 4 لو 6، just a 2% increase. 80. Because 72 over 6 is 12. طب لو مش 6 لو 8، 72 over 8 equals 9 وهكذا. طيب ليه الكونسبت ده مهم؟ لو حد قال لك I can double your money in X number of years، اهرب منه، ده نصاب. انا هدفي مش ان انا اقول ان انا اقدر double the money. That's not my point. Although, you know, if you stay invested long enough, that's a possibility, absolutely. بس ده مش الهدف الأساسي من أنا بقوله. الهدف اللي أنا من اللي بقوله هنا هو إن أنا أوضح الفايدة التراكمية مهمة جدا في إنك توصل للفين نمبر بتاعك. وعشان كده البنوك ما بتعملش حاجة في الحتة دي لما تحطها في savings, quote unquote. لسبب بسيط، معدل التضخم في كندا، انا عارف انه السنه دي it's a little bit more عشان خاطر كوفيد والسبلاي والديماند والموال ده كله، بس لو اتكلمنا long term تمام most probably هتبقى عامله كده، يعني سنه على سنتين ولا حاجه وتنزل تاني على المعتاد. فبقى لها 30 40 سنه معدل التضخم في كندا about 2.3%، يمكن اكتر شويه دلوقتي، بس let's assume انها 2.3%. على المدى البعيد اي حاجه تديك اقل من كده، على المدى البعيد مش القريب، على المدى البعيد اي حاجه تديك اقل من كده فلوسك بتخسر قيمتها. انت الليتر اللي بتحطها تحت البلاطه ده. فعشان كده the rule of 72 is very important. كل ما تسمع high interest savings account على 1.5% اقسم 72 على 1.5% and see how long it will take to double and then see the average return of a good actively managed mutual fund or segregated fund على 6-8% ويحسب برضه 72 over 6 or 8 and you'll see the time difference. As an example, لو فتحت RESP لطفل عمره لسه مولود، امتى هيستخدمه؟ بعد 18 سنة، صح؟ طيب لو انا حطيتها في حاجة على 4% الفلوس هتدبل مرة، بس لو حطيتها على 8 هتدبل مرتين by the time 18 comes by. تمام؟ Now, هتقول لي بس يا رامي السوق هو السوق، ساعات في الطالع وساعات في النازل. اقول لك صح، عندك حق، وعشان كده انا في الاول قلت ايه؟ medium to long term because it averages itself out for the for a very good actively managed fund. وهنتكلم يعني ايه active management بعد دقيقتين. تمام؟ كل 10 سنين sliding، يعني من مثلا 2000 ل 2010 او 2010 ل 2020 وهكذا. تمام؟ كل 10 سنين هتلاقي سنتين ثلاثة نيجاتيف، وعادة السنة اللي بعدها بتغطي النيجاتيف اللي حصل، وهنتكلم ليه كمان كام دقيقة. ففكرة الرول اوف 72 بغض النظر عن الواحد مستثمر فين، مهمة جدا 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 ان الواحد يفهم قوة الفايدة التراكمية. ميك سنس؟ طيب الفايدة التراكمية يعني علشان اللي مش فاهم، ان انت الفايده والمبلغ الاصلي بيعملوا فايده جديده، فيعني يعني انت لو ما دام انت مش بتسحب منها، ما دام انت مش بتسحب منها وبتسيبها، يعني انت فلوسك الفلوس الانترست بيجت ري انفستد وبيعمل انكم او بيعمل انترست، دي اسمها كومبلكس انترست يعني بس او كومباوند. بس يا كومباوند انترست كومباوندرز. طيب في كندا وهنا انا تحت 20 خط كندا، تمام؟ في اربع انواع بنزين ممكن تحطه في الاليات بتاعتك، تمام؟ اول نوع الجي اي سي Guaranteed Income Certificate، بالبلدي البنك يقول لك خلي فلوسك معايا
مدة 3 سنين وانا هديك 1% في السنة. تمام؟ انا عمري ما شفتها اكتر من 2. If I'm lucky. تمام؟ فيس there is no risk to it لانها quote unquote مضمونة. بس على المدى البعيد you run the risk of inflation. لو طول لو الاستراتيجي بتاعتك بس GICs فلوسك بتقل قيمتها. You might tell me okay يا رامي بس يعني it's obvious الموضوع ده. اقول لك اه بس للاسف يعني ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده. يعني كميه اللي عمرهم 50 60 سنه اللي جم قالوا لي طب انت يا عم كنت فين وانا عمري 30 سنه؟ قلت لهم انا كنت في حفاضات لما اخسر. تمام؟ لان هم الادفايس اللي خدوه هو جي اي سي جي اي سي جي اي سي جي اي سي ومعتمدين على البنك و they trust البنك وخلاص عليك. It happens more than you think, unfortunately. Again, أنا مش بزم البنوك. That's how they operate. But is it always in the best interest of the client? It's not. للأسف. Okay. Now, فده GIC. هتلاحظ هنا إن الريسك matches the return. The more you are willing to take a little bit of a risk from market fluctuations, the more the potential return. هشرح لك إزاي. لنفترض إحنا دلوقتي في أوتوا أنا وأنت. Well, انت في جاتنو بس for all intents and purposes اقرب مطار ليك هو مطار قطر. تمام؟ طيب في there are two flight plans to Toronto. واحدة أطول و less turbulence, واحدة أقصر و turbulence بتاعها أعلى شوية. أنهين أحسن ليك؟ ده مش سؤال لي أنا. كل واحد ودرجة احتمال. حلو؟ فدي فكرة بتاعت الانفستمنت. Yes, you don't want to lose capital. صح. حدش فينا wants to lose capital. أبدا. بس لو عايز تكبر فلوسك, you have to get a little bit of a risk or enter into a little bit of market fluctuation. بس زي ما قلت لك, أول جملة قلت لك إيه؟ صديقك هو الوقت. لأن بالوقت everything averages out. تمام؟ فهتلاقي البونز دي عبارة عن ايه؟ دي طريقة للشركات وال governments to raise capital. سلفني الفلوس دي وانا هرجعها لك مثلا 4% في السنة مثلا بعد سنتين مثلا. تمام؟ طب ليه medium risk؟ لو شركة كوك مثلا, تمام؟ assuming انها it's publicly traded, انا مش فاكر, بس assuming كوك نزلت بوند, الانترست ريت بتاعها مش هيبقى عالي قوي لانها مضمونه شركه كبيره. بس لو شركه اي بي سي للمقاولات الهندسيه اللي لسه فاتحه وصغيره عملت بوند, اتس مور ريسكي لان البوندز نظريا الشركه كان جو بيلي اب اند يو دونت جيت اني ثينج فروم, فاهم؟ ات كان ديكلير بانكربسي وخلاص, فاهم؟ ف ذاتس واي اتس ا ميديوم ريسك. في المقابل it's a medium potential return. الثالث هو الستوكس اللي كلنا عارفينها. The greatest of the three risks, تمام؟ بس في المقابل the greatest of the three potential returns. A good stock or an excellent stock لحد دلوقتي, but not for long in my opinion. But that's a personal opinion. This is not me as a financial professional. This is a personal opinion. Is Apple. An Apple stock لو كنت استثمرت فيه في التسعينات أو في أوائل الألفية, you would have had a very good return. A bad stock is Nortel, الله يرحمه ويحسن إليه. فهم? The stock is not even worth the paper that is printed on that. The stocks for bonds عاملين زي إيه؟ عاملين زي أسانسير بكابل واحد أو كابلين. كابل ده لو اتقطع, تمام؟ وأنت على كابل واحد, أنت you're in extreme danger. لو كابلين اتقطعوا, الكابينة هتقع. تمام؟ فالفكرة في إيه؟ أنت عايز تدايفرسيفاي, عايز قعدتك تكون واسعة ما بين ستوكس وبونز وكاش, تمام؟ بحيث إن حتى لو واحدة أو اتنين منهم you know وقعوا so to speak أو حصل ماركت كوركشن, الباقي لسه شايل. مفيش ماركت كوركشن حصل من ساعة الحرب العالمية الثانية وكل حاجة وقعت مع بعضها. مفيش حاجه اسمها الستوك ماركت كله يقع, في سيكتورز. ف 2008 غالبيه السيكتورز وقعت حقيقي, تمام؟ كوفيد غالبيه السيكتورز وقعت,
في الاول. بعد كده من مارس لديسمبر 2020 كل حاجه كانت في الطاله. تمام. فدي فكره الستوكس. ناو احنا ممكن نتكلم على كريبتو بس في ان اتس كورنت اتريشن بطريقتها حاليا. كريبتو ان ماي بيرسون ان ماي بروفيشنال اوبينيون از نوت سوتابل فور لونج تيرم انفستنج. انا شايف ان الكريبتو دي يعني فنكوش. اي نو يا اي نو لانها البرايس بتاعها جاي من الـ من الـ من السبلاي والديماند بتاعها. اتس نوت بيزد اون كومبانيز اند ايرنينج ملهاش ريجوليشن والدنيا خربانه يعني الدنيا بالظبط بالظبط. يو كان بي سبيكيوليتيف عليها. يعني انا شخصيا مثلا حطيت 100 دولار من اول السنه just to play with it على والثسم. تمام. just to have a feel for it. تمام. انا واحد سيزن شويه اقدر استحمل a little bit of a turbulence. بس التربلنس ده نفسه على بطن انا بتاع الكريبتو. تمام. انا ف يعني for all intents and purposes I do not like to suggest at all crypto الواحد عايز يعملها long term. وحتى لو عايز واحد يلعب بيها قشطه جميل whatever. تمام. ما تحطش بيتك كله في سله واحده never ever. تمام. ده اسمه قمار بالبلدي كده. فالحل بقى في ايه في موضوع اللي هو الستوكس والبونز وكده. انك انت عايز تعمل قاعده واسعه مجموعه من الستوكس والبونز والكاش sometimes. ودي اللي بيسموها segregated fund او mutual fund. تمام. لحد دلوقتي اعتبر الاثنين دول زي بعض. هنتكلم في الفرق كمان دقيقه بس فور ناو اعتبرهم زي بعض. الفكره هي ايه؟ انها دي a pool of money. كل fund is a pool of money. تمام. انا حطيت شويه في فند ايه, انت حطيت شويه في فند ايه, كريم حط شويه في فند ايه, كلنا حطينا فلوسنا في فند ايه. فند اي دي از مانجد باي ا ماني مانجر. جميل. ات از دايفرسيفايد فالريسك بتاعها اقل من ستوكس لوحدها بس في نفس الوقت يو هاف ا جريتر بوتنشال ريتيرن اف اتس مانجد كوركتلي اوف كورس. التشالنج هنا في الميوتشوال فند او السيك فند ان في اكتر من اكشلي ناو اتس اباوت 6000 نوت 5 في اكتر من 6000 نوع. فتختار ازاي؟ حلو. تختار بحاجتين. تختار the type of management, the style of management, وتختار seg او mutual fund. تمام. تعالى نتكلم دلوقتي على seg والmutual fund الفرق ما بينهم. بالبلدي كده segregated fund is a mutual fund بتدار من خلال شركه تانية زي لا كابيتال مثلا هنا في كندا, زي اندستريال الاينس, زي سان لايف. تمام. زي مانيو لايف. تمام. الناس دي كلها عندها سيجريجيتد فاند. مانيو لايف اي بيليف ذير سيجريجيتد فاند بيكوز اتس ان انشورنس كمباني. بات يا ماي بوينت از ات از ا ميوتشوال فاند مانجد باي ان انشورنس كمباني. طب هي فكرتها ايه؟ ليه؟ تمام. هقول لك دي الفروقات ما بين الاثنين. الفروقات بتتلخص في ثلاث مواقف. ايه اللي بيحصل عند الوفاة؟ ايه اللي بيحصل عند البروتكشن اوف كريديتورز؟ سوري موقفين. اللي بيحصل عند الوفاة او اللي بيحصل عند البنك. تمام. طيب في الميوتشوال فند ايه اللي بيحصل عند الوفاة؟ الاكونت از فروزن. تمام. والاكزيكيوتور بتاع الاستيت اللي هو الراجل او الست طبعا اللي هتدير التركه سو تو سبيك. تمام. بياخدوا الفلوس دي, بياخدوا فيز, probate fees للحكومة, الفيز بتاعت الاكزيكيوتور بتاع الاستيت ان هو حق ان هو يدير التركة بياخد منها جزء. تمام. up to 5%. اللويرز بياخدوا up to 5, الاكاونتنج بياخد up to 5. بالبلدي كده ما بين 15 ل 16% من قيمة الميوتشوال فند بتروح قبل ما تروح للورثة. حتى لو في وصية, حتى لو في وصية. تمام. ده لو ما فيش وصية دي مصيبة تانية خالص. تبقى بقى كل واحد لازم يرفع قضية ويشوف مين اللي بتدخل بقى في محاكم وقواضي بلا أزرق. جميل. طيب حاجة تانية انه لما الموضوع ده بيحصل it becomes public record. يعني انا دلوقتي لو حصل لي حاجة الوصية بتاعتي لما تتطبق هتبقى public record.
ممكن حد يدور في اماكن معينه تمام ارشيفات بقى وبتاع ولا تفرتز ويعرف الويل ده انا سبت ايه قد ايه. جميل. فدي فكره الميوتشوال فاند زيها زي ايه زيها زي الانفستمنت بروبرتي نفس الكلام. جميل. طبعا let me be clear, a lawyer is more proficient في الحته دي and there are ways to combat it through you know a special you know request ومش عارف ايه وكم ده كله, but in its simplest form ده اللي بيحصل. السيجريجيتد فاند عند الوفاه الفلوس اللي جوه الفاند دي بتعامل معامله اللايف انشورنس. لنفترض ان انا فتحت مثلا, انا عايز اسال سؤال, هو كده ايه فايده الميوتوال فاندز كومبيرد للسيجريجيتد فاندز؟ كده السيجريجيتد فاندز احسن بكتير, يعني احسن في كل حاجه من الميوتوال فاندز صح؟ عند الوفاه يس, النهايه بتعامل معامله اللايف انشورنس باي اوت. طب اللايف انشورنس باي اوت ها فين الكاتش؟ بص خليني اخلص وانا هقول لك مش الكاتش بس ذا اذر سايد اوف ات تمام. سو في اللايف انشور في السيجريجيتد فاند عند الوفاه ليتس سي انا فتحت تي اف اس اي وقلت انه 50 مثلا يروحوا للبيرسون اي و50 يروحوا للبيرسون بي. عند الوفاه تمام الاكزيكيوتور بتاع الاستيت برضه مش هياخد فلوس ولا حاجه تمام, بس هو لازم يعمل كده يروح مثلا للشركه اي اي ولا واتيفر, يا جماعه صاحب الاكونت ده اتوفى وادي الديث بنفيت ديث سيرتيفيكت بتاعه. هم بيعملوا بقى الانفستيجيشن بتاعتهم في غضون اسبوعين ثلاثه يقول لك اوكي كله تمام, they cut two checks ويبعتوها حسب الوسائل my requests تمام. doesn't even have to be to people, can be to هيئات NGOs churches mosques whatever تمام. ده اول حاجه عند الوفاه. في الميوتشوال فاند طبعا الموضوع مش كده. تاني حاجه الجارانتي upon death, كل شركه هنا مختلفه, كل segregated fund company مختلفه في الحته. فهقول لك مثال, let's say انا حطيت 10,000 دولار النهارده جميل, وبعد يومين السوق نزله ل 8,000 وانا مسكت قلبي 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 وخلاص عليك تمام. الورثه مش هياخدوا الثمانيه او مش هياخدوا الثمانيه ونص, هياخدوا العشر. كل شركه مختلفه. For example, La Capital is one of the companies that we use, تمام, they guarantee 100% of your of the contributions made before age 75. لو السوق طلع عند الوفاه مش عند السحب, عند الوفاه تمام, عند الوفاه لو السوق اكتر او مدي اكتر من اللي اتحط خلاص الورثه هياخدوا اللي في السوق تمام. بس لو for any reason اقل من اللي اتحط هياخدوا على الاقل اللي اتحط. يعني انا لو حطيت 10,000 انا at any point in time لو انا حصل لي حاجه وكانت 9,000 مثلا الورثه هياخدوا 10,000. ميك سنس؟ كل شركه مختلفه في حته الجارنتي. الميوتشوال فاند طبعا هو كل الكلام ده حلو, فين بقى ايه اللي يخلي واحد يروح لميوتشوال فاند؟ بص لسبب بسيط, السيجريجيتد فاند بطبيعتها are not for the people that are very high risk or that can tolerate high risk. تمام؟ يعني لو قعدت مع واحد وسألت حاجة اسمها investor profile questionnaire, شوية أسئلة كده بتعرفني what type of investor they are. هيقدر يستحمل, مش هيقدر يستحمل, مش عارف إيه كم. حلو؟ و especially لو سن صغير, جميل؟ they can tolerate the risk and we have a lot of time, mutual funds are a little better. تمام؟ Now, with that being said, أنا كأدفايزر, my pre-retirement rate of return that I'm looking for is 8%. That's what I'm aiming for. Now, mind you, بس ده موضوع تاني خالص, تمام؟ I always under-promise and over-deliver. And the 8D is not out of the, you know, it's not a really high number. وزي هتجيبها مش عارف ايه. That's the norm. جميل؟ فال 8% دي is very easily achievable by segregated funds. فسؤالك عن ليه الناس بتروح mutual fund, it's because
one number one ودي اكتر حاجه they don't know about segregated funds. لو نزلت الشارع دلوقتي سالت 10 اشخاص لو يعرفوا mutual funds او segregated funds 8 منهم هيقول لك mutual funds. فده اول هام. تاني هام للناس اللي فاهمه تمام sometimes at the beginning of their you know investment life so to speak they want a little bit more of a return and they're willing to have or tolerate a little bit more risk. ساعتها mutual funds might be you know might be better but they have to be aware طبعا ان عند الوفاه لو حصل وفاه ولا اي حاجه الحاجات دي كلها بتتاخد. Now ساعات الجروث بتاع الميوتشوال فند از انف ان يغطي ال 15% او 16%. انت قصدك ان الميوتشوال فندز بتعمل ريتيرن اون انفستمنت اعلى؟ مش بالضروره، يعني الميوتشوال فند ليها رينج اعلى. يعني في ميوتشوال فند بيبقى لو ريسك، في لو ميديوم، في ميديوم، في ميديوم هاي، في هاي، يعني عنده السبيكترم كله. السيجريجيتد فند بيوصل لحد الميديوم. تمام؟ يعني اوكي يعني السيجريجيتد فاند مش هاي ريسك ومش لو ريسك. لا هو في لو يعني في سيجريجيتد فاند لو تمام بس الريسك اللي هو اخره يعني الميديوم. اوكي which is where most people are comfortable with. غالبيه الناس ما بتبقاش comfortable باكتر من ميديوم من خلال خبرتي. مي بيرسونلي نفس الكلام. فات ذات بوينت السيجريجيتد فاندز ميك سنس ات ذات بوينت. بس في ناس بتقول لك لا انا عايز الريتيرنز مثلا بتاع فيداليتي. اوكي يعني انت قصدك ان مش هتلاقي اي سيجريجيتد فند هاي ريسك as far as I know لحد دلوقتي. يس يعني things might change you never know but لحد دلوقتي لا. ودي اعتقد انها يعني ما اظنش ان في حد بيبقى عايز يحط في هاي ريسك يعني الا لو واحد صغير وعنده وقت طويل بقى عنده بالظبط. وحاجه كمان sometimes the returns بتاعه الميوتشوال فند اوفر تايم تمام بتغطي وزياده شويه تمام ال 15% دول تمام. يعني هم عارفين ان في او اللي حاطط في الميوتشوال فند عارف ان في الفلوس دي كلها هتتاخد بس في الاخر اللي هيوصل للورثه is about equal to اللي هو كان عايز يسيبه. هو السيجريجيتد فاندز دي افيلبل في اي فاينانشال انستتيوشن؟ لا مش كلها الانشورنس كومبانيز يعني سكوشيا بنك مش ما عندوش غير ميوتشوال فاندز. Yes but I believe Scotia has an insurance arm to it but I don't know about that I'm not sure. تمام بس المهم some insurance companies offer segregated funds. Now ال يعني كل الكلام اللي انا بقوله ده حلو بس في نقطه مهمه جدا هنا ال MER ال management expense ratio بالبلدي كده النسبه اللي الشركه بتاخدها قصاد انها بتدير فلوسك. لنفترض ان الريتيرن كان 10% هي اكشن ما كانتش 10 هي كانت مثلا فور اكزامبل 12.5 شركه A خدت 2.5 والباقي اديته لك. حلو خلي بالك من حاجه البنوك بتعمل نفس الكلام بس بالعكس بتاخد فلوسك تستثمرها على ميديوم هاي ولا whatever it is والنسبه بتبقى عاليه 10 15 whatever it is في الميه بتدي لك الواحد ولا الواحد ونص بتاعتك والباقي بتاخد او بتسلف الفلوس بتاعتك لونز تمام للناس على you know prime plus one ولا credit card ولا whatever it is تمام تدي لك انت الواحد ونص في المية بتاعتك انت يا غلبان وخلاص على كده. بس anyway my point is sorry انا نفس الكلام موجود في الميوتوال فاندز برضو يعني بيعملوها بس بنسبة غير يعني ال MER ثابت ال MER مش بيزيد لما ال return بيزيد. لو الريتيرن بتاعك 10 ولا الريتيرن بتاعك 90 ال MER واحد في الحالتين ميوتوال وسيجريجيتد بالظبط اكزاكتلي ايوه بس دي موجوده في الاثنين قصدي موجوده في الميوتوال فاندز وموجوده في السيجريجيتد فاندز. That's true sorry انا فاكر بتكلم على البنوك كلامك صح يعني ما فيش يعني في دي ما فيهاش انا جاي لك صبر ثانيه واحده تمام. السيجريجيتد فاند remember it takes a mutual fund وبتحط عليها رابر انشورنس تمام مش بتخلق فند لوحده بتبتدي بميوتشوال بتحط عليه رابر انشورنس. الرابر اللي هو ايه اللي احنا اتكلمنا عليه هنا اللي هو مفيش بروبيت فيز مش عارف ايه كامل. قصاد كده الانشورنس كومباني مش هتشتغل ببلاش
فIt will tack on more MER. تمام؟ زمان بتكلم زمان انا بتكلم when we were teens يمكن انا a little bit older كان ال segregated في بعض ال segregated funds ولحد دلوقتي موجودين ال MERs بتاعتهم prohibitively expensive لدرجة ان it makes sense ان انا اروح mutual واخسر ال 15 عن ان انا اروح ال segregated fund. تمام؟ Now when you work with brokers they are able to offer products that are not usually available to the average consumer. As an example, شركة من الشركات اللي احنا بنتعامل معاها لا كابيتال مثلا. حلو؟ What does لا كابيتال do? لا كابيتال goes to مثلا Fidelity. Let's say they're using the Fidelity Canadian Balanced Fund مثلا. Whatever it is. ومثلا الـ MER مع Fidelity is مثلا 2.3%. لا كابيتال بتيجي تقول لهم ايه؟ ادونا الـ MER او ادونا الفند ده على 2% واحنا هنقدمه للجمهور على 2.3% ولا كابيتال بتاخد الفرق. احنا ككونسيومر عندنا the best of both worlds. عندنا segregated fund with the same underlying MER as the mutual fund that's underlying مع كل الفوائد بتاعت segregated fund. As an example, another example is مثلا شركة IA مثلا معانا. It adds an extra, مش فاكر, 0.25%, 0.5%, مش فاكر الرقم, على الـ MER بتاع الـ Mutual Fund. في قصاد إنه الـ fees, sorry, اللي هو مثلا الـ guarantee upon death is مثلا 75% or whatever it is of الـ principle. يعني كل شركة وليها قوانين. Make sense? لحد دلوقتي make sense? ففكرة أو مشكلة الـ MER دي مشكلة مش موجودة حاليا when it comes to segregated funds versus mutual funds. تمام؟ فمش معنى أنه أنا بقول كده أن segregated funds هي جنة الله على أرضها على أرضه مش بالضرورة ولا أن mutual funds are evil برضو لا بس الفكرة أن الواحد لازم يعرف الـ pros والـ cons بتاعت كل واحدة منها وده كان هدفي من ان انا اقول ال the choice between mutual fund and segregated fund ان انا اقول positive and negative بتاعت كل واحد which one is best left for a personal conversation ما بين ال financial advisor او financial professional والشخص اللي قدام او اللي قدامها تمام فده اول criteria mutual او segregated الcriteria التانية active و passive management ده الstyle بتاع المانجمنت بتاع الادفايزر بتاع الماني مانجر مش بتاع الادفايزر بتاع الماني مانجر اللي هو ماسك الفند ده وماسك البول بتاعه الماني بيديرها ازاي تمام ففي طريقتين في طريقتين ادفايس سوري معلش انا مؤاخذه سو انا اسف All right, so there are two styles of management. Yeah? The passive will active. Passive management, يعني, then after it, in the balanced fund, for example, 60% stocks, 40% bonds. جميل? طيب. لما بتبتدي تدخل فيها, النسب دي إلى حد كبير ما بتتغيرش. Plus or minus 1 or 2%. بس يعني ما بتتغيرش. السوق طالع, السوق نازل, النسب دي ما بتتغيرش. It is literally like riding a roller coaster. وانت مش عارف الرولر كوستر رايح في يعني مش عارف في الدبس والأبس بتاعت الرولر كوستر شكلها ايه. راكب رولر كوستر blindfolded so to speak. جميل؟ فهي هنا بقى الفكرة هنا نقطة مهمة جدا. عارف التوباجنينج بتاع التلج؟ العيالة اللي بتركب التوباجن دي وتنزل أنهين أسهل إنك تنزل على التوباجن ولا إنك تجر التوباجن فوق إنك تنزل بالضبط بالضبط نفس الكلام بالنسبة للسوق لما تختار فند أو لما أنا بقترح فند على الكلاينت ضمن حاجات كتيرة قوي لازم أخلي بالي منها لازم أخلي بالي من الباست performance بتاع الفند ده when everything goes bad
2008 2015 ساعات 2018 اول 2020 وهكذا، لانه النزله عشان توصل للبار من بعد النزله محتاج تشتغل اكتر. لو معاك 100,000 وخسرت 50% يبقى معاك 50,000، صح؟ عشان ال 50 توصل ل 100 الفلوس محتاجه تشتغل بلس 100%، has to work double as hard. ففكره او مشكله الباسيف مانجمنت ايه؟ مش لما كل حاجه تبقى حلوه، it's when everything goes bad. جميل، انت ماشي على هوا السوق. again مش معنى كده ان الباسيف مانجمنت وحش، مش بالضروره، تمام؟ مش معنى ان الاكتيف مانجمنت هي جنه الله على ارض، مش بالضروره برضو، بس you have to understand the pros and cons. تمام، now you can you as the client have the right to change the fund. In the traditional industry, unless you have somebody that works with you, that كلام ده كله ده ما بيحصلش الا طبعا لما يكون معاك فلوس كتيره تاني، as like we talked about. But in the typical scenario, to make changes you have to call your financial institution, set a time, go there, change the fund, then they that you sign the paperwork, it goes there, whatever it is. وساعتها الفرصة في السوق هتكون راحت. في الpassive management you don't have a lot of say or any say in how you tolerate the market. نازل مع النازل وطلع مع الطالب. جميل؟ طيب ده الpassive management. الactive management it's where that money manager can proactively change the mix بتاع الفند ده with much more flexibility. ف 2008 for example a lot of actively managed funds مع Fidelity if I'm not mistaken, but with most other companies when it comes to balance وكده غالبيته راح كاش. مش كلها طبعا بس غالبيتها راحت كاش. Literally كان بيحط فلوس تحت البلاطه. 2009 لما حصلت كان كل حاجه عليها اوكازيون. فابتدوا يشتروا جامد، وعشان كده تلاقي الريتيرنز بتاعتها عاده غطت الوقعه بتاعت 2008. That's the point of active management. تمام؟ ان في حد بيلعب في النسب دي من غير ما يرجع لك. لان دي شغلته هو، شغلته الشغله، هو والتيم بتاعه، هو والتيم بتاعها. تمام؟ For a good actively managed fund، لكل قاعده شواذها طبعا. في حاجات كويسه وفي حاجات مش كويسه. بس for a good actively managed funds you have the possibility that your downside is protected. ان النزله مش هي النزله بتاعت باقي السوق. والطلعه ممكن في possibility انها تكون اكتر من طلعه السوق. ليه؟ لان الموني مانجر ده can see opportunities that we as the average lay person cannot see. تمام؟ ف that's the point of active management. Now, fees. تمام؟ زي ما اتكلمت من شويه تمام، الفيز ار ان امبورتنت بارت اوف يور ديسيجن اون وير تو انفست اوف كورس. تمام، ليه عايز تدفع في حاجه تديك 15 وياخدوا منك 10؟ انت ما عملتش حاجه. تمام، اتس نوت جاست اباوت ذا ريتيرن، اتس اباوت ذا فيز برضه. فلو هنتكلم على ميوتشوال فيرسس سيجريجيتد زي ما قلت لك، يوجوالي سيجريجيتد فاندز فيز لو الام ار ار هاير ذان ذا كورسبوندينج ميوتشوال فاند تو باي فور ذا سيك فاندز ادفانتجز. تمام، بس اليومين دول بالذات معنا احنا كبروكرج، there are companies that are finding innovative ways to make the SEC funds competitive. زي ما قلت لك offering it at the same fees as the underlying mutual fund, adding only 0.25% to the MER وهكذا. فده ال mutual versus segregated. Active و passive management. Now, in active management, طبعا they have a more hands-on approach to managing the asset mix. ففي المقابل ال MER, ال management expense ratio, بيبقى اعلى. تمام، بيدفع له الراجل بيدفع له او الست بتدفع لها اكتر لان they're more active in the management. تمام، بس it's been about plus 1 to plus 1.5 of the corresponding passively managed fund. انا هنا مش بتكلم على hedge funds. لما تسمع في ناس كده تقول لك active management دي بتاخد فلوس كتيره وبيدوني examples والكلام ده كله، بشوف انها هيدج فاندز.
اه انا مش بتكلم على هيدج فاندز. يعني ايه هيدج فاندز؟ هيدج فاندز دي الناس اللي هو عندها فلوس كتير قوي, بيبقى عندهم الفيري فيري سبيسيفيك انفسترز, زي يعني كان بيرني ميدوف واحد منهم مثلا, بتاع مصيبه ميدوف وهكذا. تمام, وفي ناس كويسه برضه, دونت جيت مي رونج, بس الفيز بتاعتها ار اكستريملي اكسبنسيف, دبل ديجيت سمتايمز. انا مش بتكلم عليهم خالص, انا بتكلم على اكتيفلي مانج فاندز فروم سيرتن ميوتشوال فاند كومبانيز اور سيجريجيتد فاند لو هي تبع ميوتشوال فاند يعني. تمام, وير اتس اباوت بلس 1 تو بلس 1.5% مور ان ذا ام ار. في مقابل ال 1.5 تو 1.5 دي, تمام, there is potentially more of a corresponding protection when the markets correct, لما الدنيا تقع شويه. تمام, in addition to potentially more opportunity seeds when the markets go up. من الاخر كده long term, لما تقارن تفاح بتفاح with everything else the same except the style of management, عادة بس مش دايما ال actively managed fund بتضرب ال passively managed fund long term. Again, مش معنى كده ان الناس كلها هتروح active, ولو ان I would suggest that obviously. تمام, لان بغض النظر عن ال risk tolerance الكلام ده كله, there are actively managed segregated funds or mutual funds that, you know, satisfy every taste, so to speak. And now about the list of passively managed funds, quite, yani there are types of life insurances that are permanent, that has an investment inside it, where some of these investments are like, you know, passively managed ETFs that have done amazing. But here's the problem. I استركب amusement park ride وانت عارف نزلات شكلها ايه, ولا عايز تقعد مغمض. تمام, I would rather be in an actively managed fund where I know that there is a possibility of a downside protection and the possibility of, you know, ان الواحد يستغل السوق اكتر. Let me be clear, there is a very big debate about active and passive management. حلو, and it's, I won't say it's like Pepsi and Coke because it's more significant than Pepsi or Coke. Yeah, but there are people that make it sound like that. But that is my professional opinion. Let me be clear. I offer both. For me, as a financial, a part of a financial brokerage, I offer both. So I'm not peddling one versus the other. It's just from my personal and professional experiences handling about assets under management of just over $1 million now. تمام, I've seen that apples to apples, active management usually but not always beats, so to speak, a passively managed fund. Now, carry cap, long term investment strategies are very critical for anyone's financial future, especially the FIN number. مش بالضرورة بس the FIN number, بس long term is very important for everybody. حتى للناس اللي ما بتؤمنش بال, you know, life insurance or whatever, that's fine. You still need to save. And these strategies for long term saving are so important. مهم جدا. You have to find out what you're comfortable with. The time, the fuel, SEG ولا mutual, active ولا passive. شغلتي مش ان انا افرض حاجة, شغلتي ان انا اوري المعلومة. تمام, تقرر انت, and I implement it. وزي ما قلت لك قبل كده, as part of a brokerage, we have access to some products that are not usually available to the average consumer. زي ال actively managed fund. Actively managed funds are not usually available to the average run-of-the-mill Canadian consumer. عادة. تمام, there might be exceptions now, but as far as I have seen, actively managed funds are usually reserved for medium to high net worth. So if you've never thought about long-term financial planning, the best time to start it was yesterday. The next best time is today. Best. So this is my contact info. I have I put a QR code, technology. Wow. على أساس إنه ده الويب سايت بتاعي وكده, and that's my
information, and if anybody needs, you know, any assistance with anything, please let me know. مرسي يا رامي. انا عامه هحط الكونتاكت انفورميشن في الفيديو برضو الكومنتس علشان اي حد هو wants to contact you he can always reach you. انت مش شرط تسيرف ناس في اطوة, انت ممكن تسيرف اي حد over the phone over Zoom. Yes, I am currently myself, I am licensed to serve people in Ontario and Quebec. تمام. My license is provincial and I have the licenses in only two provinces, but if somebody outside of those provinces or in the US even needs help, I can refer them to trusted colleagues in whatever state or province that they're in. Hey, أشكرك جدا. أنا شخصيا تعاملت معك وجربت السيرفيس. It's really good. The education by itself لوحدها حتى لو ما فيش investment is good. يعني ما فيش no obligation على أي حد إنه يعمل أي حاجة. أنت you show him what how we should manage our money. It's very important. حتى لو إحنا هن save little amounts, بس after يعني long time long period it will be worth it. يعني كلنا محتاجين نسيف الحقيقة, كلنا true. كلنا عندنا commitments, كلنا عندنا future plans, كلنا عايزين retire in a good shape, فكلنا عندنا أو يعني أغلبنا عندنا عيال. ف it's always good إن الواحد يبقى عنده investment plan كويسة, especially لو مع حد professional. يعني أكيد will give يعني more help. يعني yeah exactly, لأن في حاجات فعلا ناس ما تعرفها زي segregated funds, زي ال plan بتاعت disability دي أنا ما كنتش أعرفها مثلا. الحاجات دي it's good to know. وكل ما بتعرف أكتر كل ما بتعرف decide أحسن ويبقى ال decisions بتاعتك أفضل. يعني بالظبط. انا متاسف على الكحه بتاعتي دي. لا ولا يهمك, اشكرك جدا. ولو في اي كومنتس I guess they can reach out to you directly or they can put their comments on the video او on Facebook, وانت ساعتها هتشوف الكومنتس دي. واذر ممكن نعمل another session if needed or you can one on one to the comments individually. يعني it's up to you or how we see it appropriate. Maybe ممكن مرة تانية نعمل another session about insurances or different types of insurances because it's important برضو. Yeah, absolutely. I'm not sure if people are interested or not. We're gonna do this and see how it goes. Sure. To me, it was very beneficial. أتمنى تكون الموضوع beneficial للناس لكل الناس. يعني انا اعتقد ان الكلام اللي احنا قلناه ده هتلاقيه زيه في كل بلد, بس الاسامي مختلفه. يعني في الاخر انت والرولز مختلفه obviously والقوانين مختلفه وحاجات كتيره مختلفة. بس هتلاقي التشابهات. يعني هو في الاخر يعني هو اي بلد طبيعيه عايزه تشجع الناس انها to save for their retirement, to save for the kids education, وتحاول تدي benefits او بتحاول تدي motives للناس انها تسيف in general. This is something يعني في ال RRSP مثلا هتلاقي اللي زيها في أمريكا ال 401k, حاجة اسمها 401k. يعني هتلاقي similarity, في similarities كده, طبعا different rules, بس في الآخر ال concept واحد. وال concept of 72 ده حاجة global, أي حد المفروض يبقى عارفه. يعني تمام كده. أنا أعتقد إن إحنا كده عملنا سيشن حلوة, أتمنى تكون مفيدة للناس ونشوفكم على خير. مرسي يا رامي لوقتك وعايزين نسمع كومنتس. يعني اللي عنده كومنتس, اللي حد سمع حاجة وما فهمهاش قوي ممكن يبعت يسأل وهوبفلي رامي يرد. يعني أشكرك يا رامي ونشوفك على خير دايما كده إن شاء الله. مرسي. بإذن ربنا. All right, thank you so much. Bye.